الاهلي يهزم الاتحاد المنستيري بهدف دون رد لمحمد عبد المنعم ويضع قدما في دور المجموعات. كابتن علاء الف مبروك. مبروك ايمن، الحمد لله نتيجه مطمئنه جدا. مستحقه يعني، بس هي فرص ما عندكش فرص، بس هي مستحقه عشان المنافس ما فيش اي خطوره خالص. يعني لو خرج تعادل يبقى انت تطلع مزعلان طبعا. يعني انت وصلتش لمستواك ولسه بدري وكل حاجه، لكن مش ده الفريق اللي ممكن يتعادل معاك او مثلا يخطف منك جول ولا حاجه. نوسام ما عندوش اي هجمات خالص حتى خطر على الشناوي، وكان كان يعني كان فرصه انك تكسب النهارده مظبوط، وتبقى على مباراه القاهره ان شاء الله مباراه يعني الى حد كبير انت يعني نهيت الموضوع، يعني حطيت قدم ان شاء الله مباراه هنا تبقى اسهل بإذن ويبقى النتيجه اعلى من كده. لكن مبروك الحمد لله، فوز مستحق صحيح. مستوى الفرقتين طبعا فروقات كبيره قوي بين الاهلي والاتحاد المنستيري. الحمد لله كان مهم دايما البدايه سيبك من سيبك من شكل الاداء، وكان في لسه احنا اتفقنا في اول الاستوديو ايمن لسه بدري قوي عشان تحكم على كولر كمدير فني، في بعض اللعيبه لسه برضه تحكم عليها لكن بس النتيجه تفرق. النتيجه تفرق، والنتيجه تديك دفعه ايجابيه. يعني اما تكسب بره ارضك ولسه مستواك ما دخلتش لسه المستوى الصح بتاعك زي انت كمدير فني ولاعيبتك، حاجات ايجابيه، حاجات تديك دفعه صحيح. كويسه، غير ما كان يحصل عكس لا قدر الله. صحيح، لا حاجات تضايقك، لكن مهم قوي. لا بمناسبه تضايقك، كنت هتزعل لو تعادلنا طبعا. انا واحد قاعد بفرج على الماتش، يعني ما ينفعش اتعادل مع فريق متواضع كده بصراحه. ما ينفعش، حتى لو انا مش احسن حالاتي يعني النهارده الاهلي مش في احسن حالاته، احنا متفقين على كده، لكن برضو ما صعب اتعادل مع فريق متواضع زي كده، مع كل احترام ليه طبعا، لكن لا المكسب ده مهم. صح. يعني هي دايما انت بتدور على نتيجه في الاخر، النتيجه هي الاساس يا ايمن، اساس كره القدم واساس الفرقه الكبيره النتيجه، وبعدين بتطلب اداء وشكل عشان انت فريق كبير، ما ينفعش يبقى كل ماتشاتك بتكسب وخلاص كده. لا، لكن النتيجه النهارده، لا النتيجه النهارده كويسه كمكسب. صح. الاداء ان شاء الله هيجي والشكل العام كله هيجي، لكن الف مبروك النهارده، خطوه مهمه جدا 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 للنادي الاهلي. صحيح كابتن اسامه، الف مبروك. مكسب مهم النادي الاهلي. طبعا مفيش شك، هو المكسب جه في اخر ثانيه، لكن انا ما عنديش شك انه حتى لو الماتش طلع تعادل، ان النادي الاهلي ان شاء الله في مباراه العوده كان هيكسب. لان واضح الفروق بين الفرقتين. انا قلت لك الفرقه الاتحاد المنستيري دفاعيا كانت واقفه على رجليها، ومفيش فرص خطر على بشير بن سعيد، لكن هم في الجزء الامامي ما كانش لهم اي خطوره. يمكن الشوط الثاني، الشوط الثاني يا كابتن برضو يعني جالهم كورنر، اثنين كورنر وثلاثه كورنر، ما يعني ما تمقوش في الماتش ابدا. لا لا، هو يعني كان امكانيات طبعا فيها جزء من الامكانيات، وكمان احساسهم اللي بيلعبوا بطل افريقيا انه حتى لو طلعنا تعادل لسه في ماتش في القاهره، يعني عندهم حسابات يعني. لكن انت رغم انك انت الشوط الثاني اقل من الشوط الاولاني، يعني تحس كميات الجري قلت، الحيويه قلت، الخطورة طبيعي يعني عشان بدايه الموسم. أنا ماشي بس انا بقول لك يعني الـ الخطوره ما كانتش موجوده زي ما قلنا الشوط الاولاني، وايضا استمرت في الشوط الثاني، ما فيش خطوره الا غير يمكن كره او كورتين علي معلول عملهم بالعرض. لكن انت الافضل في المباراه، وانت كنت اقرب للمكسب، وكلنا قلنا بناء على الشوط الاولاني النادي الاهلي لو زود شويه الناحيه الهجوميه هيقدر يكسب. ايوه، فالحمد لله المكسب جه في اخر ثانيه. لو تفتكر بقى انت لعبت بدايه ماتشاتنا مع الفرق التونسيه، كانت مستقبل المرسى التونسي. افتكر الماتش ده طبعا، برضو كان تقريبا نفس الظروف، جاب جول بنفس الشكل. جاب جول هنا لا ده هنا، وانت ما شاء الله عملت ماتش عالمي هنا، ما هو اللي عمله. وجبت جول بدماغك انت. جامده جدا. صح، كان فاضي بس لا كانت هايله. الماتش ده احنا كسبناه هناك برضه 1-0 بنفس الطريقه. ايوه بينالتي في الاخر، مين اللي سبب فيها البينالتي؟ انت اول شيء ده، انت كنت مجد عبد الغني اللي جابها. نفس الظروف دي، وكانت اديتنا دفعه جامده جدا جدا للفتره اللي بعدها. يمكن ما كناش ماشيين كويس قبلها، انما نفس السيناريو تقريبا. بص يا ايمن، معلش لو ارجع بالذاكره كده زي المباراه التونسيه، ايوه كل الماتشات بتلعبها في الاول خالص قبل بطوله المغرب بتبقى صعبه جدا. صح. بطوله 81 اللي احنا كسبناها بطوله، انا فاكر اول مباراه كنا بنلعب مع الاشغال الصومالي. أيوه. في الصومال. أيوه.
يعني فريق اقل من الفريق ده بجد يعني محتاج كامل يوم طبعا لازم كنت تكسب هناك كتير قوي قوي. جينا هنا بنالتي هناك ده هنا احكي لك ضيع بنالتي كويس جينا هنا المفروض لا كم اهداف ضايع 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 الوقت بيعدي وجت ضربه جزاء طارق ابو زيد دخل راح مطلعها بره ضاعت انت اللي جبت الجول في الدقيقه مثلا 91 اخر كوره كابتن مصطفى عبده رفاع حسام البدر لعبها دماغه جبتها جول لكن كانت ممكن المباراه تصعب عليك صحيح. عشان كده دايما اول مباراه في كل تاريخ النادي الاهلي بتبقى صعبه جدا. يعني حتى المباراه بتاع النهارده كان الاستاذ بيتكلم عليها لا صعبه عشان كده انت بتبقى لامس الاعذار دايما ان الاداء مش احسن حاجه وبتدور مش على مش لازم الاداء كان بتدور على النتيجه بالظبط صحيح. فالنهارده رغم ان زودت لك الشوط الثاني اقل لكن انت كسبت ودي مهمه انا قلت لك الفرقه كفرقه ما تخوفش النادي الاهلي هنا في ملعبه ولكن ايضا ما تضمنش النتيجه طالما انت متعادل ما تضمنش زي ما علاء كان بيتكلم دلوقتي على الاشغال الصومالي او انت كنت بتتكلم على المرسى التونسي ممكن الماتش يفضل الدقيقه 90 مع ان هو يجي له كورنر ولا فاول يجي جون فبتبقى برضو قلقان فالمكسب ادالك راحه وثقه كبيره هنا هو هنا عشان عشان يبتدي يخش في الماتش لازم يجيب جون يعني مبدئيا ما ينفعش يطلع 0-0 فلازم يجيب جون فلازم يفتح خطوطه بس برضو عايزين برضو ناكد على نقطه مهمه احنا بنلعب كوره طبعا الوصول للدور المجموعات لم يحسم بعد ماشي لسه في مباراه ثانيه طبعا طالما في ماتش ثاني يا ايمن مش هنأكد حاجه الا غير لو كنت كسبت النهارده 3-4 مفيش شك في كده ولكن انت بتحكم على مستوى الفرقتين مستوى النتيجه اللي حصلت صحيح حصلت في الدقيقه الاخيره لكنها هدف جميل ومستحق وادائك طوال ال 90 دقيقه افضل منهم لكن صحيح ما وصلناش لسه لمستوى النادي الاهلي اللي احنا نامله ان شاء الله مع تتالي المباريات والراجل يكون حط ايده اكتر على الفرقه والفرقه تبقى جاهزيتها اكبر لكن مكسب مستحق ومكسب معنوي كبير يديلك ثقه في نفسك ويطمئنك في مباراه العوده اللي انا شايف ان شاء الله ان احنا ممكن يعني مزيد من الجهد نقدر نكسب فيها اكتر من هدف يعني صحيح. فمبروك النهارده وان شاء الله مباراه العوده ناكد المكسب ده باذن الله رب العالمين ان شاء الله كابتن عادل المكسب كان مهم النهارده معنويا جميل بدايه للمدرب بمكسب بره رقم واحد للنادي بمكسب بره يدي ثقه الاثنين الحاجه كان مهم جدا جدا النهارده المكسب بالنسبه للمستر كولر يعني انا عجبني حاجه في لعيبه النادي الاهلي النهارده رغم انه من المبكر انك تتكلم على ادائهم ومن المبكر انك انت تقول قد ولا ما قدوش يعني خلينا نبقى عقلانيين شويه ولكن اللي عجبني الاصرار لاخر ثانيه انت بتطلع سيرد باك في اخر ثواني وانت خارج ملعبك ها عشان يجيب جون عشان يكسب ودي حاجه مهمه جدا في الوقت اللي انت يديك انطباع انت عايز ايه يعني المدرب عايز ايه لما يطلع سيرد باك في اخر ثواني في المباراه ممكن يخاف من الهجمه المرتده في اخر دقيقه ممكن يدخل فيك جون ويطلع لكن لما تطلع يبقى انت عندك النيه انك تجيب جول دي عجبتني قوي الحاجه الثانيه ان بس هو خلي بالك ممكن برضو اداء الفريق الثاني ورغبته اديته الاريحيه دي شويه لا شوف يا كابتن انا دائما بتكلم في ايه انت اللي بتضطر تخلي الفرقه اللي قدامك تلعب زي ما انت عايز انا بغض النظر عن قصدك ان انت الفرقة. هو فرض اسلوب لعبه الاول انا بغض النظر عن مستوى الفرقه ممكن تقول ضعيفة ما ممكن تلعب فرقة تانية وتبقى قوية عليها ما كسبت الترجي ما احنا اتكلمنا وكسبته 3-2 في ملعب لكن انت بتتكلم في ايه انت بتتكلم في ان النادي الاهلي في الوقت الحالي لما يبدأ الموسم بتاعه وافريقيا يبدأ بمكسب خارج ملعبه ده حاجة جيدة قوي ارجع بقى للكابتن اسامة الكلمة اللي قالها ودي كانت مهمة جدا انه لما يجي هنا مغلوب 1-0 غير لما يجي متعادل ممكن يمشي معاك للاخر يقول لك والعب بنالتي يعني يمشي معاك للاخر ويدافع زمان كان الكابتن جواري الله يرحمه يقول لك ايه اسوء نتيجه تعملها بره تعادل سلبي 0-0 طبعا فاكر يا جماعه هو في حاجه مهمه عايز اقولها لك كابتن انت بتتكلم على طريقه تتغير صح شامله يعني مثلا انا وانا جاي مغلوب 1-0 طريقه لعبي هغيره هنا لو انا متعادل 0-0 حتى اقول ااخر 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 لحد ما ممكن اكسب او ممكن اعمل حاجه انت فاهمني ولكن في الاخر
انا مبروك لجمهور النادي الاهلي الاول، لانه جمهور النادي الاهلي يطمن، نهدى شويه ونطمن ان شاء الله كله هيبقى كويس. بدايه جيده، البدايه دي ليكوا انتوا، علشان اي حد يشكك لكم في اي حاجه ما تسمعوش كلامه، وخلينا ونحن من المنتظرين يعني. صحيح. طيب تعالوا نروح لتونس مره اخرى، وزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. بجدد تحيه لك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل جمهورنا العظيم، كابتننا الكبار، بنبارك لفريق النادي الاهلي. الحقيقه يمكن انطلاقه جيده للجميع، الحقيقه للجهاز الفني، للاعبين، ايضا كمان للموسم، مجهود كبير بذل، تحضيرات كانت على اعلى مستوى الحقيقه، مباراه الوديه وايضا كمان في القاهره، ومنذ وصولنا ايضا هنا بنبارك لفريق النادي الاهلي. لكن معنا الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي، فوز مهم جدا، وهي البدايه قويه، البدايه بتدي رساله للجميع زي ما احنا عارفين يا كابتن سامي. الكل قال مباراه صعبه، مباراه الاتحاد المنستيري، عنده اداء، عنده جماهير شعبيه، لكن الروح والشخصيه الكبيره جدا حسمت المباراه في اخر دقيقه. حابب تقول النهارده بعد كده؟ طبعا تحياتي للكابتن ايمن وضيوفه، مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي، مبروك الجهاز الفني، اللعيبه على المجهود دوت، زي ما انت قلت استعداد مناسب جدا للبطوله. فترات راحه اللعيبه اخذتها الحمد لله، رجعت بقى بفتره اعداد، بقى لنا حوالي 3 سنين أو 4 سنين اول مره يعني نمر بالفتره ديت. اعتقد ادينا بشكل كويس، واللعيبه ادتها بشكل كويس من خلال برضو 3 مباريات انهينا بيهم فتره الاعداد، واستعدينا للمباراه. طبعا اعتقد النهارده كان شكلنا كويس وبدايه كويسه، طبعا ما وصلناش للتوب فورم، ودي حاجه طبيعيه، لكن بدايه مهمه جدا، اللي انت تثبت للناس انت اكبر نادي في افريقيا محقق البطوله 3 مواسم ورا بعض، بتوصل مباراه نهائيه، يمكن حققنا بطولتين واخفقنا في البطوله الثالثه، يمكن برده كان في اخفاق محلي، فكان مهم جدا ان احنا نراجع حساباتنا تانية كمنظومه كلها يعني. فاعتقد الحمد لله برده ثقه كبيره للراجل اللي هو يبدا بفوز خارج ارضه في توقيت محبوب لجماهير النادي الاهلي، وعارف يعني ايه شخص النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، الاصرار لحد اخر دقيقه. فاعتقد الحمد لله مكاسب كبيره ان شاء الله نقدر نبني عليها الفتره الجايه باذن الله. المباراه انتهت، شوط اول انتهى، عندنا شوط ثاني ان شاء الله نحسن بيه، لكن بشكل عام الاتحاد المنستيري شفته ازاي؟ فرقه مميزه جدا، لسه ليها تحضير كمان يا كابتن سامي على ما اعتقد بشكل كبير على المنصه. طبعا فرقه مميزه يعني، هم برضو تاني الدوري التونسي، انت عارف قوه الدوري التونسي اللي هم تفوق على فرق كبيره زي الافريقي والصفاقس والنجم، وحققوا المركز الثاني بعد الترجي في اخر مباراه. فاعتقد فرقه مميزه، مدربهم برضو مدرب كان وفاق الصيف قبل كده وعنده خبرات في افريقيا وعارف النادي الاهلي كويس وعارف امكانياته وقدراته، ففرقه مميزه ان انت برضو تحقق الفوز عليها في ارضها، دي حاجه مهمه. لكن زي ما انت قلت هي خطوه لسه ما كملتش الخطوه الثانيه، ان شاء الله نستعد برضو بنفس الشكل عشان تدينا برضو استعداد كويس لسواء مباراه الدوري او مباراه السوبر. فاعتقد الحمد لله يا ربنا يكرم بس، ويبقى نفس الاداء، نفس الروح دوت. الاداء لسه ما وصلناش طبعا للتوب فورم، دي حاجه طبيعيه يعني، لكن اعتقد بدايه مبشره ان شاء الله للراجل واللعيبه، ان شاء الله اللي ترجع تاخد ثقه ثانيه، والجمهور يرجع ثقته في اللعيبه ثانيه، لان اللعيبه دي برضو ما ننساش اللي هي ادت حاجات كتيره قبل كده يعني. اعتقد ان هم برضو في حاجه للدعم ثاني، وده جمهور النادي الاهلي دايما ورا جمهوره ورا ادارته ورا جهازه. فاعتقد ان شاء الله ان احنا ان شاء الله نمشي في الطريق المناسب، وان شاء الله نحقق لهم ان شاء الله كل الحاجات اللي احنا فقدناها الموسم اللي فات. شكرا. شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن سامي قمصان، وايضا كمان كل الشكر والتقدير للاعيبه النادي الاهلي، مجهود كبير جدا، الحسم في الدقائق الاخيره ده بيدل على الشخصيه. قلنا كابتن ايمن اللي هيحسم هذه المباراه شخصيه وروح النادي الاهلي، والحمد لله رب العالمين قطعنا شوط وقطعنا خطوه مهمه جدا في الشوط الاول زي ما قلنا في تونس. يتبقى لنا مباراه اخرى بعنوان بقى مرتفعه وبرغبه ثانيه خالص بالنسبه طبعا للنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مشوار البطوله الافريقيه. كابتن بلال، فوز مستحق، الف مبروك طبعا، بدايه فوز مستحق، والرغبه اكتر كانت عند لعيبه النادي الاهلي. مبروك طبعا يا كابتن للنادي الاهلي. البدايات دايما بتبقى مهمه بالنسبه لكل الفرق يعني، الفرق الكبيره ما بتبتدي بدايه موفقه. خد بالك احنا النهارده من بدايه الاستوديو يعني اول مباراه في افريقيا، ممكن التجانس ما يبقاش افضل حاجه، ممكن الاداء الفني العالي ما يكونش افضل حاجه، لكن تظل الرغبه القويه عند لعيبه النادي الاهلي هي اللي بتحسم دايما اللقاءات المهمه، وده لقاء مهم جدا جدا جدا. انت مع الكابتن علاء في ان النهارده كان العنصر الاهم انك تكسب الماتش. بالظبط، النهارده مباراه مش للمتعه،
لانك انت برضو مش هتمتع الناس، مش هتعمل افضل اداء وانت لسه اول مباراه بالنسبه لك رسميه بتلعبها. النهارده المطلوب منك انت عملته بنسبه 100%. ايه المطلوب من النادي الاهلي؟ انه يكسب النهارده بره ملعبه. لا ده كان المطلوب اصلا انك تتعادل بره بنتيجه ايجابيه 1-1، تسجل هدف، تتعادل 0-0. دي كانت كنا يعني قبل الاستوديو بنتكلم عليها ان هي نتيجه ايجابيه للاهلي. النهارده طلعت كسبان 1-0، فدي نتيجه قويه جدا جدا جدا، بدايه تدي ثقه للمدير الفني، تدي ثقه لعيبه النادي الاهلي، تدي ثقه كمان للجمهور في فرقتك. يعني عشان كده نتمنى الاستمراريه بقى. يعني مباراه القاهره فرقه يعني فرقه زي الاتحاد المنستيري بتفوقك عليها هنا في الاداء، لا لازم تديها 2-3 هناك مستريح. يعني انت النهارده ادائك افضل بكتير جدا، ما خلقتش فرص كتير، لكن انت كنت الافضل اثناء المباراه، بتنقل كويس، بتضغط بشكل كويس، محافظ على دفاعك بشكل كويس، بتروح بحاجات فرديه في بعض الاوقات، تمام. ده معناه ان انت الافضل طول المباراه. لما تيجي تشوف الاتحاد المنستيري راح كم مره للجول، ما اعتقدش انه راح ولا مره يعني تقريبا فيها خطوره أو اعتقد مرتين خلال المباراه، وحتى كمان لم ينتجوا لم يسفروا عن حاجه خطر. فبالتالي انت الافضل النهارده في المباراه فنيا تكتيكيا، النهارده انت الاعلى. الراجل كمان عمل حاجه يعني مهمه من وجهه نظري، مش هقول حلوه هقول مهمه، اللي هي يعني الثلاث تغييرات هجوميه اللي عملهم النهارده في نهايه المباراه. هو عايز يدي مسج للعيبه ان انا حتى وانا بلعب بره ملعبي، ويدي كمان مسج للناس اللي بتتفرج على فرقه النادي الاهلي، انا بلعب الفرقه، خدوا بالكم يا جماعه، لا انا هدفي النهارده كان المكسب، انا شايف ان فرقتي الافضل، فبالتالي انا هلعب للمكسب، على المكسب لاخر يعني لحد ما الحكم يصفر. بس انا عايز اقول لك حاجه في النقطه دي يا كابتن، هو برده شاف ان الفروقات كبيره قوي، الفرقه اللي قدامك برده ما عندهاش الرغبه انها تهاجمك وانها تحاول تكسبك. حلو. فهو من البدايه عينه على الثلاث نقاط. انت قصدك ان ممكن يكون مدرب تاني يقول لك التعادل اهم من الخساره؟ لا يعني ممكن مدرب تاني يقول لك لا، طب انا غير ثلاثه مهاجمين مره واحده، تمام. لا انا اثبت تمام واشتغل واحد واحط واحد في نص ملعب واشوف مين اللي ممكن يكون مجهد شويه واعمل التعادل افضل من لا شيء. بالظبط، والعب على التعادل. لكن هو النهارده بص، شريف مكان شادي، وحسام حسن مكان سافيو، وقفشه مكان عبد القادر. ثلاث تغييرات هجوميه. تمام، يديك برده مسج ان الراجل ده بيفكر في المكسب، بيفكر ان انا ازاي اسجل هدف، ازاي اوصل للمرمى. يعني هو شايف زي ما احنا شايفين بالظبط. يعني احنا كنا الشوط الاول بنقول يا جماعه الثلاثه اللي تحت شادي حسين او الاربعه المهاجمين الاداء بتاعهم مش افضل حاجه. الراجل كمان غير وابتدى التغيير على فكره من بدري. يعني النهارده شوف نازل في الدقيقه كام، شريف نازل من بدري. أيوه. بعديه قفشه. سافيو كمان، يعني سافيو اتغير ونزل مكانه حسام حسن، بقيت بتلعب باثنين في الدقيقه 77 باثنين حسين حربه. فالنهارده لا، فكره الراجل النهارده كفكره هجوميه او كفكر فعال، لا انا يعني نحترم ونقدره النهارده تمام على الفكر. تمام، ممكن يكون الاداء مش افضل حاجه بالنسبه لك، ممكن يكون انت ما يعني ما فيش فرص حقيقيه او ما فيش انياب حقيقيه على المرمى، لكن يبقى ان انت بتحاول، وده شيء مهم جدا في بدايه السيزون، ان انت يبقى عندك محاولات وعندك الرغبه دايما في انك تسجل اهداف وانك تكسب. مكسب الاهلي النهارده اعتقد هيبقى مريح نفسيا، مباراه القاهره كمان الراجل هياخد ثقه. صحيح. الجمهور هيبقى مبسوط. صحيح. مش هتلعب تحت ضغط الماتش اللي جاي كمان، لان الماتش اللي جاي هيلي ماتشات الدوري وبعد كده تروح على السوبر المصري. مزبوط. فبالتالي لما تبتدي بدايه موفقه حلوه كده اعتقد تديك يعني اريحيه بعد كده. صحيح. وانت بتعمل تشتغل في التاكتكس وانت بتغير اللعيبه وانت بتتفرج هتبقى مش مضغوط. يعني دايما المدربين مشكلتهم في دايما بتبقى في البدايات، لو ابتديت سيء تفضل مضغوط، فبالتالي انت عايز تغير العيب، فمش هتغيره وانت مستريح. تمام، انما النهارده وانت كسبان لا تقدر تغيره وانت مستريح. يعني النهارده ممكن سافيو يلعب على طرف الملعب وتحط قفشه جوه، محدش هيقول لك انت بتعمل كده ليه، فاهم قصدي؟ محدش هيلومك. صح. لا انا كسبان، فطالما انا كسبان بره ملعبي تمام، يبقى انا عندي النهارده كمدير فني. بس يا كابتن جمهور الاهلي استاذ عمرو فاروق والمهندس خالد مرتجي بيشجعوا وبيحيوا جمهور النادي الاهلي العظيم برغم قلته، ولكن كان ليه صوت مسموع وسط المدرجات التونسيه. طبعا جمهور الاهلي في كل مكان، ودي لفته يعني محترمه جدا وطيبه جدا جدا من استاذ عمرو فاروق واستاذ خالد
مرتجي هو ده كنز النادي الاهلي كابتن بلال، جمهور النادي الاهلي هو كنز، والتقدير منك برضه بيبقى جيد يا كابتن. يعني رئيس البعثه ونائب رئيس البعثه اعتقد الاثنين يعني موجودين بيحيوا الناس، والناس بتحب النادي الاهلي في كل مكان، جمهور الاهلي في كل مكان يعني متواجد في كل حته يعني، وهو الداعم الاساسي بالنسبه لفريق النادي الاهلي. وخد بالك انت مريت بازمه كبيره او ازمات كبيره الفتره اللي فاتت فيها، يعني جمهورك كان وراك يعني عمال برضو يعني يساند بشكل كبير جدا، لانه عارف ان انت يعني من الصعب انك ان السبحه تفرد زي ما بيقولوا بالبلدي كده، يعني انك انت الدوري خلص في الدوري الثاني في الفريق بتاع، فانت ايه الامور هتبقى صعبه عليك. لكن الجمهور الاهلي عنده ثقه كبيره جدا في مجلس اداره النادي، عنده ثقه كبيره جدا في اختيارات المجلس كمان للمدير الفني. اعتقد الراجل هادي النهارده على الخط تمام، بيتعامل بهدوء شديد جدا جدا جدا، من وجهه نظر ان هو مركز النهارده في المباراه. التغييرات بتاعته تدل ان هو النهارده عايش الجيم جوه الجيم نفسه. ممكن يكون التشكيل نختلف او نتفق عليه كلنا، لان دي اول مباراه وانت اخذت الافضل من التدريبات بلس الهيستوري اللي موجود عندك يعني كمدير فني من 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 الاستاف اللي موجود معاك. يعني النهارده بدرس مع المدربين اللي معايا، مع المساعدين، مع مدير الكوره، مع الناس الفنيين، بدرس مين يا جماعه لعب هنا، مين كان ادى هنا، مين الاداء بتاعه جيد. بدليل النهارده انت بتلعب اكرم توفيق، يعني اكرم توفيق اول مباراه ليه بعد 8 شهور. مظبوط. فبالتالي اكيد في برضه بياخد خطره. شوف اكيد احنا ما اتفرجناش على التدريبات وما شفناش الماتشات الوديه، حتى لو لعب ماتشات وديه، لا الماتش الرسمي غير الماتش اكيد الودي. مليار في المية. الراجل بقاله 7 8 شهور بعيد تماما. بعض المدربين تقول لك ايه، لا افضل ان انا ما ابتديش بيه، افضل ان انا اخليه على الدكه وحسب سير المباراه وظروفها. بس خد بالك يا كابتن الكواليتي بتاعت اكرم توفيق في الحته الدفاعيه ممكن ساعات كده تديك الطمانينه والثقه كمدير فني انك تحطه تمام. يعني اكرم توفيق ممكن ما يكونش بيأدي الاداء الهجومي المنتظر منه يعني، لكن اداؤه الدفاعي مميز جدا، فيخلي وانت بره ملعبك كمان. على فكره ممكن وانت جوه في القاهره انا ممكن تقول طب ممكن لا افكر العب محمد هاني، الاداء الهجومي افضل، عايز اسجل اهداف، عايز انا دايما هبقى ضاغط الفرق اللي قدامي، فبالتالي عايز لعيب كل شويه يعمل لي كروس واعتمد على في الحته الدفاعيه الاثنين السنتر باكس معاهم مثلا اليو ديانج وعمرو السوليه. لكن لا النهارده انت بره ملعبك، حتى كمان الزيادات ما كانتش يعني افضل حاجه بالنسبه لاكرم توفيق، لكن الحته الدفاعيه مميز فيها جدا جدا جدا، بيقطع كويس، بيغطي كويس، بيباصي كويس. فانا كمدير فني ممكن واحد زي ده يجبرني ان انا العبه في الماتشات اللي خارج ملعب فيها مجاز في بعض الشيء، ولكن يعني خد بالك ما هو في برضه كلام مع اللعيب نفسه. انت النهارده كمدير فني تيجي تتكلم مع اللعيب، انت جاهز تلعب 100%؟ فاللعيب هنا بيديله برضه المسج، يقول له انا جاهز العب 100%، لا انا ممكن تسيبني، ممكن تستنى شويه، ممكن تلعبني شوط تاني. بس انا بشوف ان اكرم من اللعيبه لا المقاتله اللي ممكن لو جاهز 70% يقول لك انا جاهز 100%، ما يقولش لا انا جاهز 65. في نصيحه برضه تتقال لاكرم، يعني هو بيلعب بروح عاليه جدا 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 لدرجه ان في بعض المواقف يتخاف عليه ان هو يتعور. حقيقي. هو راجع من اصابه كبيره جدا تقيله قوي، لازم يفكر شويه برضه. بس دي شخصيه يا كابتن، دي شخصيه اللعيب نفسه، مش هتقدر تفرمله. لو فرملته خد بالك اداؤه القتالي هيقل. يعني انا النهارده ما يميز لما كلنا في الاستوديو الكباتن لما ما يميز اكرم روح القتاليه العاليه، اداؤه الرجولي، يعني السمات الشخصيه اللي في الكاريزما بتاعته، ما دي هتفضل غالبه على الحته مزبوط. الفنيه بس في بعض فلما الحاجات تقول له قلل دي فانت بتسحب منه جزء كبير جدا. مش بس لازم خد بالك تكير شويه حاجات هدي نفسك شويه، فانت خد بالك بتسحب منه يعني بعض من السمات الشخصيه بتاعته اللي هي اصلا بتدي له دفعه كبيره معنويه كبيره جدا وقدرات رائعه جدا احنا بنثني عليه فيها في الاستوديوهات. لكن من وجهه نظر الشخصيه مباراه جيده بالنسبه للاهلي كبدايه الموسم، حققت فيها المطلوب وبشكل كبير جدا 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 جدا، كسبت فريق من المفترض ان هو مصنف في تونس يعني الوصيف. انا بقول المفترض يا كابتن، خد بالك المفترض لا ده هو كان في حاجه بتطير ماشي لا هو واقعيا الاهلي حجمه بشكل كبير جدا صح، والفرقه بانت النهارده من بدايه المباراه بانت النهارده قليله جدا 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 جدا. يعني مش دي الفرقه اللي احنا رسمناها واحنا قبل الاستوديو كنا بنقول الاتحاد المنستيري وتاني تونس والترجي كسبان لا مش هي دي الفرقه، يعني مش دي الفرقه اللي تقلق منها واقعي. لكن هل ده يهدر قيمه واداء الاهلي النهارده؟ لا، انت النهارده الحقيقه الشوط الاول مميز جدا، الشوط الاول تحديدا صح. مميز جدا،
بتباصي بشكل كويس، بتضغط بشكل كويس، اللعيبه بتلعب بسبيريت عاليه جدا جدا جدا. فرضت اسلوبك عليهم من البدايه، فرضت اسلوبك من البدايه، وتستحق النهارده المكسب، وتستحق ان انت ان شاء الله تعدي الدور 16 باذن الله. صحيح ان شاء الله باذن الله. طيب تعالوا مره ثانيه نروح لتونس وزميلنا كريم احمد ولقاء مع احمد عبد القادر. بجد تحيلك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. احمد عبد القادر واحد من نجوم النادي الاهلي، ببارك له النهارده. مبروك يا احمد، البدايات مهمه جدا الحقيقه، ويمكن اديته رساله لكل الفرق المشاركه في البطوله، لان البدايه مهمه مع فريق مميز جدا عنده قاعده جماهيريه، لكن تحضيركم كان جيد، العامل النفسي كان مميز جدا، الرغبه موجوده، لكن توفيق ربنا الحمد لله كان معانا. حطينا في الاجواء وشايف النهارده المباراه بتمثلك. والله انا اولا بشكر ربنا وبشكر اللعيبه طبعا على الاداء ده والنتيجه دي. يمكن التركيز بتاعنا ما كانش من يوم المباراه بس، ما كانش من يوم المباراه، زي ما قلت لك احنا بقى لنا 3 ايام مركزين. ساعه ما جينا اللعبه كلها عندها روح انها تبدا الموسم بشكل مختلف، نعوض الجمهور على الخسائر اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت، فان شاء الله تبقى بدايه كويسه. يعتبر الجمهور مرضي بنسبه 90% النهارده كاداء، فان شاء الله اللي جاي يبقى احسن يعني ان شاء الله. عوده الفريق كله بالكامل هي اضافه، لكن عوده اكرم الحقيقه كلنا كنا منتظرينه بشكل كبير جدا، بنتمنى له التوفيق ونقول يا رب يحرسه ويحفظه على شخصيته الكبيره دي. شفت عودته النهارده ازاي يا رب؟ يعني كلنا شايفينها ما شاء الله النهارده، زي ما انت شايف اداء على اعلى مستوى، ما حسيناش ان هو كان بعيد بقاله فتره خالص، راجع كانه بيتمرن معانا من وقت الاصابه، فاعتقد ان مكسب كبير لنا ان اكرم يبقى معانا في بدايه الموسم، واتمنى له التوفيق طبعا الفتره اللي جايه، ويكون على نفس الاداء ده وفي تقدم ان شاء الله. يعني حبيبي الله يخليك. اميل كابتني وواحد من النجوم، كلنا كنا منتظرينك، الكل كان بيدعي لك النهارده بيقول يا رب يحافظ على اكرم. روحك موجوده وشخصيتك موجوده، نظرتك من اول ثانيه نزلت بصيت شفت الملعب بتدي رساله للجميع. مبروك يا اكرم النهارده، مبروك عودتك من جديد، مبروك وجود النادي الاهلي في اول مباراه وفي انطلاقه الموسم بالشكل اللي لايق بالنادي الاهلي. ان شاء الله كده يا كريم دايما نسجل مع بعض في المكسب، يعني ده اول حاجه. الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا سبحانه وتعالى على الاداء بتاع اللعيبه اول حاجه، وعلى المكسب ده اهم حاجه. يعني زي ما قلت لك قبل كده، يا اما مكسب يا اما ما في، يعني لازم مكسب يعني. والحمد لله النهارده لما كنت كلمتك في اخر مره قلت لك اداء ومكسب، الحمد لله النهارده اداء كويس، رساله للجمهور ان شاء الله كل حاجه باذن الله بفضل الله باذن الله هتبقى لينا احنا ان شاء الله. هنتعب ونحاول ونعمل كل ربنا يقدرنا عليه عشان خاطر نسعد الجمهور، وان شاء الله دي يعني رساله للجمهور باذن الله ان احنا ان شاء الله قادرين ان احنا نرجع الدوري تاني ونرجع ان شاء الله افريقيا تاني باذن الله. شوط اول انتهى، عندنا لسه شوط تاني في القاهره برغبه كبيره بدوافع اكبر. شايف التحضير ازاي وشايف اهميه المباراه التانيه؟ الفرقه دي مميزه جدا، عايزه مجهود كبير اكرم كمان بالنسبه لك. صح، يعني هقول لك على حاجه، ما بحبش اطلع اعذار يعني واجي اقول لك مثلا الملعب وحش او او او، لكن يعني شخصيه النادي الاهلي بتبان في اي مواقف يعني. فالحمد لله على المكسب، لسه في شوط تاني في مصر، ان شاء الله نموت نفسنا ونكسب عشان ناكد على الفوز. وواحد برضه يعني من الناس اللي نزلت موتت نفسها، حتى لو قول مثلا 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، دايما نازل كانه بيلعب من الشوط الاول، هو حسام حسن يعني، ربنا يكرمه ان شاء الله. واتمنى التوفيق باذن الله للفرقه ومعانا مع بعض كده ان شاء الله نكون احسن حاجه باذن الله. حبيبي صابرين معاك كده يا كابتن ايمن، حسام حسن بنتمنى له كل التوفيق، بنقول له الف مبروك يا حسام. اللحظات اللي بتنزل فيها حسام بيكون في فرق وبيكون في روح، وبنشوف الضغط وبنشوف الشخصيه، الفرصه بتيجي والتوفيق بتاع ربنا بتنتظره. ببارك لك وببارك لكل لعيبه النادي الاهلي، ولسه مستنيين منكم كتير كمان يا حسام. والله في البدايه حابب اشكركم وحابب اشكر ربنا على المكسب دوت، لانه جه في وقت كويس جدا يفرق معانا معنويا، دي بدايه موسم فلازم ندخل الموسم بدايه قويه، لان الموسم اللي فات احنا لازم اتعلمنا منه كتير، لان احنا دخلنا وبدانا كويس وفي النهايه خسرنا البطولات اللي احنا شاركنا فيها. لا احنا ان شاء الله مركزين، والنهارده حابب اشكر اللعيبه واشكر الجهاز الفني لكل اللعيبه الصراحه بره وجوه، كلنا على قلب رجل واحد. الاهم المكسب، لان احنا اتعلمنا من الموسم اللي فات اللي احنا البطوله الاهم، ولازم نفرح الجمهور ان شاء الله السنه دي، وتبقى بدايه خير ليهم ان شاء الله ولينا. حضور الجمهور رغم قله عدده اكيد بيبقى ليه تاثير، جمهور الاهلي موجود في كل مكان، شفت الجمهور ازاي هتافوا نادوا عليكم ازاي قبل الماتش؟ دوافعكم اكيد اتغيرت بشكل كبير بالنسبه لحضور الجمهور. طبعا طبعا جمهور الاهلي في اي مكان يعني احنا بنلاقي منه مسانده، وبعض الاحيان لازم يجي علينا شويه عشان هو عاوزنا نبقى دايما كويسين وعاوزنا نطلع اقصى حاجه. لا احنا بنحترم جمهور النادي الاهلي، وكل واحد هو مقدر وعارف اللعيبه وعارف مستواهم، فلما بيجي علينا بيبقى جاي عشان مصلحتنا ومصلحه النادي. فلا احنا بنشكرهم دايما لانهم دايما في ظهرنا، وان شاء الله ان شاء الله يا رب تبقى بدايه خير لينا ونقدر نسعدهم في النهايه ان شاء الله. حبيبي حبيبي حبيبي
بنشكر اكيد وبنبارك كل فريق النادي الاهلي، بنبارك للجهاز الفني، بنبارك لمستر كولر على الانطلاقه الجيده جدا، كنا بنعملها تكون انطلاقه بنتيجه ايجابيه، وكمان لما بتيجي في الدقائق الاخيره بتكون ليها فارق وبتكون ليها مردود كبير جدا عند جمهور النادي الاهلي. قطعنا شوط مهم جدا في اول مباراه هنا في تونس، عندنا مباراه مهمه جدا في القاهره ان شاء الله باذن الله، بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مشوار البطوله الافريقيه، الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. كابتن علاء، المكسب ده هيفرق في بدايات كولر مع جماهير النادي الاهلي. دايما الجماهير بتقول لك ايه؟ الانطباع الاول بيدوم ولو لبعض الوقت. يعني هو عنده ثلاث مباريات حاسمه. ماتش النهارده مرتبط بيه ماتش العوده، طبعا بدايه الدوري ماتشين ثلاثه، وبعدين ماتش مهم جدا ماتش السوبر. مهم قوي قوي قوي. مدير فني بيبقى في بدايه المشوار بتاعه سواء مع فريق كبير زي النادي الاهلي، زي ما بقول لك وكلك تمعنا على الكلمه دي، مكسب. اللي هو ايه؟ عارف ايه؟ بتعرف على جماهير النادي الاهلي. أيوة. بس لما تعرف بمكسب غير ما تعرف بتعادل، لا قدر الله خساره، حتى لو كنت كويس. ايوه حتى لو كنت كويس، لكن الجماهير برضو بتحب دايما اللي هو ايه؟ البدايه تبقى حلوه. صح. مفرحه شويه. صح. حتى لسه الاداء هيجي. الاداء عامه في كره القدم بيجي. انما انت المهم النتائج، لان النتائج هي اللي بتغير حتى تفكيرك نفسه. يعني النهارده قدر الله النتيجه مثلا طلعت تعادل، هنا مش هنبقى مبسوطين. بس خليني اقول لك حاجه في حته الاداء هيجي. هو انت المفروض ان المكسب بيديك ثقه كبيره. طبعا. كويس. المكسب زي ما بنقول كنا في الكوره زمان ايه؟ المكسب بيجيب مكسب والعمليه المكسب. بتمشي. كويس. ولكن الفتره اللي جايه، يمكن الكابتن اسامه عرابي قال حاجه في بدايه الاستوديو، قال لك وجود مدير فني جديد، وجود مدير فني صاحب كفاءه، صاحب خبرات، دي حاجه، واللعيبه نفسها جوه الملعب حاجه ثانيه، واللعيبه رغبتها حاجه ثانيه، اللعيبه عايزه تعمل ايه، رغباتها السنه دي. اصل السنه دي مش عايز اقول سنه حاسمه وسنه مش عايز اقول الكلام دوت، ولكن ولا يتقال كلمه زي دي خالص، ولكن اللعيبه هيبقى ليها دور ايمن، ودور مهم جدا في الفتره أيمن اللي جايه. معلش انت بتتكلم على لعيب النادي الاهلي. ايوه. هو انت لعيب النادي الاهلي محتاج تحمسه؟ محتاج تقول لازم تكسب بطوله؟ ممكن في بعض الاحيان. لا انا بختلف تماما. لعيب النادي الاهلي بيكسب تقسيمه في التمرين، تقسيمه بقى عايز يكسبها. أيوة. مش بقول ولا احمسه ولا اقول له يعني ازاي النتيجه دي مهمه، وان احنا عايزين نكسب بطولات وعايزين دوري وعايزين افريقيا. ده طبيعي. ده الحاجه الطبيعيه اللي احنا يعني كلنا في النادي الاهلي تعودناها من اول ما حطيت رجلك كده في النادي الاهلي. انت مثلا يعني انت كنت في الكروم مش نادي بطولات، مع احترامي الكامل ليهم طبعا. اول ما دخلت النادي الاهلي ايه اللي حصل؟ ما كنتش حابب اخسر تقسيمه حتى. كويس. ايه اللي حصل لك؟ اتبدلت. ليه؟ لان الاجواء جوه النادي الاهلي بتجبرك بكده. هو ده. عشان كده استحاله انا احمس لعيب او اقول له احنا بقى لازم نكسب مباراه، لا 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 خالص. ولعيبه النادي الاهلي عارفه الكلام ده، والمدير الفني اكيد عارف هو فين. يعني انا عمر ما كنت مثلا متخيل، او الناس كلها يعني احنا كام جيل مع بعض، هتقولي مثلا مدير كوره ولا مدير فني دخل على لعيبته قال لهم يا جماعه بقى لازم نكسب النهارده، ولازم نبدا بدايه الدوري نكسب. ايه ده خالص؟ انت النادي الاهلي، هو انت المكسب بالنسبه لك ده حاجه غريبه؟ لا ده انا هقول لك حاجه. انا فاكر اتفضل. انا اول ما جيت يمكن كنت صغير جدا، في بعض الاوقات كان بيبقى فيه تعثر طبعا، فاللعيبه من نفسها كان بيجمعنا، لو تفتكر الله يرحمه كابتن ثابت طبعا، كابتن محمود الخطيب ربنا يديله الصحه والعمر ويرجع لنا بالف سلامه، كابتن مصطفى عبده طبعا، كانوا بيجمعونا، بتحس ان احنا يعني اكتر من اسره طبعا. ولكن هدفنا هدف واحد بس. دي حقيقه يا ايمن، لان انت كنت في فريق ما شاء الله فيه قامات كبيره جدا، انت اساطير، فاللي هو انت ممكن يحصل تعثر في كره القدم، بس مش تعثر اللي هو تنافى الخاطر، ده انت النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي تعثر دي ما يقدرش يستحملها، ما بيستحملهاش. تلاقي اللعيبه الكبيره اجتمعت، وتلاقي اللعيبه كلها حتى لوحدك تبقى متضايق، وحتى لو تروح بيتك متضايق وعايز الماتش الثاني يجي عشان اكسب، فطبيعي حتى اللعيبه الجديده كده او اللعيبه اللي جايه كده. ما انت ايمن يعني انت بتقول لي انا اول ما دخلت النادي الاهلي اتبدلت. صحيح. خلاص لوحدك ومفيش حد بيكلمك. لو انت فاكر كده هات لحد يكلمك اول ما دخلت النادي الاهلي وقال لك احنا لازم نكسب. لا خالص. اللي كلمك انك جيت وانت لعيب كويس وكنت هداف الدوري ولازم تلعب في النادي الاهلي ولازم منافسه وي ده الصح. هو شايف يا كابتن هو بره. لا ميرسي. لا هو اصلا في الكروم، انت كنت في الكروم يا كابتن وهو في الكروم هو شايف الاهلي بيشتغل ازاي واهدافه ايه، وشايف لعيبه الاهلي وهو بيلعبه وهو بينافسه. دي حقيقه. طبعا. بس هي اما تشوف الشكل من بره يا بلال،
غير لما تخش بقى في المنظومه نفسها بتاعت النادي الاهلي، تحس ان انت اتبدلت بدون كلام، بدون ما حد يقول لك تعمل حاجه. لكن انا اقول النادي الاهلي او احمس لعيبه، لا لا لا، لعيبه النادي الاهلي عارفه عايزه ايه. لكن هو الموسم ده مختلف يا ايمن، لان الموسم اللي فات بالنسبه لك حاجه غريبه. انت فاهمني؟ أيوه. البطوله، بطوله الدوري وافريقيا، فبالنسبه لك انت مش متعود على كده. هو ده الموسم، عشان كده ده الموسم ده مهم. لكن مش عشان اكسب بطولات او انا متحمس، لكن يعني انا متفق معاك في نقطه ايه، ان الموسم اللي فات بالنسبه لعيبه النادي الاهلي وجماهيره حاجه غريبه. صح، يعني هي مش هي غريبه، ان غريبه للنادي الاهلي بس، مش مش أيوة كل الانديه. لا 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 خالص، هو ده الغريب للنادي الاهلي. في انديه ثانيه مش فارق معاها تخسر 3 4 5 6 سنين عادي، انما النادي الاهلي لما يخسر في موسم بطولتين تحس ان في حاجه مش طبيعيه حصلت، وجماهيرك وجماهيرك بتنسى كل الكاسات اللي انت شايفها دي، والبطولات بتنساها. صح. ويبدا يقول لك يا كابتن الموسم الجاي، بس حتى ما يتكلم معاك بيتكلم بحب. أيوه. مش بنقد او بتطول عليك. أيوه. كابتن بقى اللي حصل الموسم اللي فات ما لازم، مش لازم يحصل دي. صح. هي دي اللي تتقال، لكن حماس وبدور على مكسب، لا ده طبيعي. بس جمهورك اكبر حافز ليه طبعا، ده نادي الاهلي كقيمه من زمان اكبر حافز طبعا. بص يا ايمن، في حاجتين طول العمر واحد ما تجيش جنبهم غير بكل كلام صح عليه، نادي الاهلي كقيمه وكصرح كبير وجماهيره. صحيح. دول ما تتكلمش عليهم خالص، دول حاجه لوحدهم كده، كل الحب والتضحيه عشان الاثنين دول بس. مظبوط. انك تنتمي لهذا النادي العظيم دي حاجه نعمه عند ربنا، ده انا بقول لك الكلمه دي، وتحمد ربنا ان عندك جماهير نادي الاهلي حاجه اي حد يتمناها في العالم. صحيح. طبعا جماهيرنا العظيمه، او زي ما بقول الكنز النادي الاهلي، جمهور نادي الاهلي العظيم ورا فرقته زي ما قالوا الكباتن كلها، في المره قبل الحلوه. المره عندنا بسيط يعني، بس في ناس بتحب تصطاد في الماء العكر زي ما بنقول، مالناش دعوه بيهم خالص ده، انما احنا ورا فرقتنا وورا مجلس ادارتنا ورا رئيس مجلس ادارتنا، واحنا بنشتغل في الملعب. يعني زي ما قالوا الكباتن ايه، بره الملعب مالناش دعوه، ولكن احنا لينا السنه دي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سنه باذن الله رب العالمين نستعيد فيها الانتصارات مره اخرى. عشان كده انا بقول دور اللعيبه طبعا بجانب المدير الفني، بس دور اللعيبه هيبقى دور كبير جدا 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 جدا. وقولوا لي ليه بس، من ضمن الحاجات اللي هي مضايقاني قوي وزي ما قالوا الكباتن، ان البعض بيقلل من قيمه اللعيبه دي. البعض طبعا معظمهم خارج النادي الاهلي، ولكن هو عايز يحط الكلام ده في دماغك انت كجمهور نادي الاهلي. اللعيبه دي زي ما قالوا كباتنا، اللعيبه دي من سنه كانوا جايبين 3 بطولات، لحد فبراير اللي فات كانوا واخدين 3 كاس عالم، والبدايه كانت ظروف صعبه لو تفتكروا حضراتكم، لما لعبنا من غير 8 من لعيبه المنتخب ساعتها اول مباراه لو تفتكروا مع بطل المكسيك. فاللعيبه دي هم نفس اللعيبه، عشان بس اللي بيقول لك ايه، احنا ما جبناش تدعيمات، احنا ما جبناش مش عارف ماشي، احنا ما جبناش تدعيمات بالكم اللي كان البعض يتخيله، ولكن انت ممكن زي ما قلت تتفق او تختلف مع المسؤولين، ولكن في النهايه هدفنا واحد، مصلحه النادي الاهلي. مصلحه النادي الاهلي ان السنه دي نعوض اللي فاتنا السنه اللي فاتت، نعوض اللي فاتنا السنه اللي فاتت. سيبكم الكلام اللي بره، الكلام اللي بره ناس عايزه تاخدنا في حته تانية خالص بعيده عن الملعب، ناس عايزه تجرنا في حته تانية عشان ما نبقاش ورا فرقتنا، ما نبقاش ورا مجلس ادارتنا، ما نبقاش ورا رئيس مجلس ادارتنا، ما نبقاش ورا لجنه الكوره او لجنه التخطيط. لا، مش هنروح الاتجاه ده خالص. اتجاه بتاعنا طول عمره جمهور النادي الاهلي او كنز النادي الاهلي، ورا فرقه النادي الاهلي، ورا النادي الاهلي على الحلوه وعلى المر. طيب كابتن اسامه، الفتره اللي جايه فتره صعبه، احنا عندنا بدايه الدوري بعد الماتش العوده ان شاء الله، ماتش العوده باذن الله يوم السبت الجاي يوم 15، وزي ما قلت لحضرتك يمكن ايه، مش عارف، انا حاسس ان انت مستسهل الماتش شويه، انا مش مستسهله يعني، دايما زي ما قال الكابتن علاء في على ماتش الاشغال السوداني، الاشغال الصومالي كسبنا بالعافيه هنا 1-0 يمكن في الوقت بدل الضايع.
ما زالت الامور لم تحسم بعد انك انت توصل لدور المجموعات. الفتره اللي جايه عندك ماتشات دوري بعد المباراه المهمه اللي جايه ديت، عندك مباراه الزمالك. الاعداد والفكر بيتطلب ايه من المدير الفني ومن اللعيبه؟ انا لما بقول ان الاهلي افضل فنيا مش معنى كده ان انا بقول بستسهل الماتش او دي يعني مقوله للناس اللعيبه او تاخد الامور باستهتار، لا طبيعي اللعيبه هتاخد الامور بجديه، المدير الفني قبليه راجل لسه جاي وبيتعرف على جمهور الاهلي وعلى الفرقه وعايز يعمل نتائج، واللعيبه عمرهم ما هيبقوا نازلين الماتش وهم متاكدين خلاص ان الماتش انتهى، لا ولكن احنا بنتكلم على واقع الماتش اللي شفناه، امكانيات الفرديه من اول حراسه المرمى لغايه اخر لعيب في الملعب، الامكانيات الواضحه في كل لعيب بالنسبه المقارنه بين الفرقتين. ثانيا النتيجه في اللي جه في الدقيقه 93 فرق كمان كتير قوي في ان قربك كتير لدور المجموعات، لكن مش معنى كده ان المباراه حسمت، لا طبعا طالما لسه في مباراه والنتيجه قريبه 1-0 فلازم الامور كلها تتاخد بجديه ولازم يبقى في اصرار ولازم يبقى في تصميم، ده طبيعي يعني. فان شاء الله ما اعتقدش يعني حد من الجهاز او اللعيبه هياخد المباراه ان هي موضوع يعني نزهه او ان الموضوع خلاص خلص. بالنسبه للمطلوب الفتره الجايه، هو مش مطلوب الفتره الجايه بس، هو مطلوب لغايه اخر السنه. انت السنه اللي فاتت رغم ان السنتين اللي قبليها انت خدت بطوله افريقيا مرتين، تالت عالم، سوبر، خدت حاجات كتير، لكن في الفتره الاخيره برضو خسران 2 دوري، خسران بطوله كاس مصر افريقيا، افريقيا، فانت مش هتبقى جدي في الفتره الجايه والفتره اللي بعديها، لا هو المفروض الموسم ده طبيعي انك انت تاخد الامور بجديه من اول النهارده كده، من اول ما ابتدينا لغايه ان شاء الله ما تحسم البطولات ومنهم طبعا بطوله الدوري اللي هي البطوله العزيزه على جمهور النادي الاهلي اللي احنا بقالنا سنتين بنخسرها. ف مزيد من التدريبات، مزيد من المعسكرات الشخصيه، حتى مش بس المعسكرات اللعيب مع نفسه يعني، مش بس المعسكر الجماعي اللي المدير الفني بيعمله، لا المعسكر حتى الشخصي، ان كل واحد يهتم بحياته، يهتم بتدريباته، يهتم بنومه، يهتم باكله، محافظته على شكله، كمان دي بترفع قيمتك التسويقيه. انت النهارده بتاخد 10 قروش، عايز السنه الجايه لما تيجي تعمل عقد تعمل تاخد 15 او 20. لو ما حافظتش على نفسك كلاعب السعر ده بينزل. أيوه. وكمان مش بس سعرك بينزل، ممكن كمان ما تلاقيش نفسك في المكان اللي انت موجود فيه، بتلاقي نفسك في حته تانية، وامثله كتيره يعني شفناها. فهي الموضوع متطلب جديه من دلوقتي لغايه لما الموسم ينتهي. انت عندك بطوله دوري عام، بطوله كاس مصر، البطولة الإفريقية، بطولة أبطال الدوري، السوبر، طبعا بطولة أبطال الدوري لو خدتها بتلعب سوبر وبتلعب أندية عالم، فكل ده متطلب منك عمل دؤوب وجدي ومنافسة شريفة بينك وبين زمايلك واهتمام بكل صغيرة وكبيرة، لأنه السنة اللي فاتت انت في الدوري ابتديت بشكل كويس مظبوط، والشكل العام ان انت فارق قوي عن المنافس التقليدي بتاعك، ولكن جيت في ظرف شهرين اتكعبلت كتير جدا واتلخبطت معاك الامور. فعشان كده انا بقول لك الجديه مش بس النهارده او الفتره الجايه، من النهارده لغايه اخر يوم لما تحتفل بفوزك ببطوله الدوري العام او اي بطوله بتشارك فيها يعني. يعني كل التوفيق ان اللعيبه تادي ما عليها وتحس بالمسؤوليه، وتحس ان الناس على قد ما كانت او على قد ما هي بتقدرهم بيجي فتره الناس بتبقى زعلانه منها. ايوه. لما بتحس بتقصير او بتحس انك انت ضاعت منك بطولات، لان جمهور الاهلي خلاص تعود، احنا كلنا بنمشي في الشارع. يعني كلنا بنمشي في الشارع وكلنا لنا اصحاب
وكلنا بنشوف ناس كتير قوي امبارح تحديدا، يعني مش هقول لك حتى الايام اللي فاتت، امبارح تحديدا كتير قوي. انا كنت في سوق معين، يعني في ناس بتبيع وتشتري وكده، كل واحد يقابلني يا كابتن بقى الموسم ده كابتن كان انت بتلعب يا كابتن لازم بقى البدايه من دلوقتي يا كابتن احنا، فطبيعي. فان شاء الله اللعيبه لازم تكون حاسه بهذا الكلام، ويبقى موسم متفائل يا كابتن بعد ماتش النهارده. انا متفائل عامه كنادي اهلي، مش تحديدا ماتش النهارده. ايوه احنا النهارده انا بتكلم عشان سنه زي ما قلنا جايه بعد انا متفائل تعصر. لا هو انا يعني البدايات اللي حصلت قبل الموسم ممكن تخليك تتفائل، لكن انا اللي هشوفه الفتره الجايه هو ده اللي هيخليني اتفائل. يعني مثلا عوده واحد زي اكرم توفيق، الراحه اللي اللعيبه خدتها زي معلول والسوليه وحمدي وديانجو اللي هم كانوا بيلعبوا على طول، المكسب النهارده كل ده يدي لك، ولكن الموضوع عايز استمراريه. ايوه انا لا بحب احكم على فريق من مباراه صحيح. ولا بحب احكم على لاعب كره قدم انه يؤدي مباراه و10 لا صحيح. انا عامه في فلسفتي انا الموضوع عايز جديه واستمراريه على طول، وهو ده اللي احنا بنشوفه في الدوري المحترفين صحيح. يعني انت بتشوف الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري، اللاعب مستمر في اداء ناجح فتره طويله ويجي له الكيرف بتاعه بينزل مباراه 2 3 ماشي، لكن مش العكس. مش انك انت تادي 10 مباريات وحش وتيجي تادي لي مباراه صحيح. كويس صحيح. فالاستمراريه هي بالنسبه لي الاهم، لكن بدايه النهارده موفقه ان شاء الله يعني باذن الله رب العالمين. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد الفاصل، انتظرونا. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، تعالوا مره ثانيه نروح لتونس وزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مستمرين معاكم مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. زي ما اكدنا وقلنا مكسب مهم جدا ورساله للجميع الحقيقه، بنتمنى النادي الاهلي يستمر على الرغبه والروح الكبيره والشخصيه اللي احنا شفناها الحقيقه في اخر اللحظات. مشوار مهم جدا في البطوله الافريقيه ولسه عندنا شوط كبير في القاهره. الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره مبروك يا كابتن سيد. كان اتكلمنا وقلنا التحضيرات والترتيبات من القاهره للمباريات الوديه كان مردودها كبير جدا، اما بنحسب في النهايه بالفرحه كبيره للجمهور وبتدي رساله للجميع وبتدي رساله لكل جمهور النادي الاهلي. شايف الجيم النهارده ازاي والمكسب بيمثل النادي الاهلي؟ يعني هي طبعا واحده من اللقاءات الصعبه رغم انها في البدايه الدور ال 32، لكن ممكن بمقياس القوة وميزان القوة اعتقد ان ممكن المباراة دي كانت اتاخرت شوية في ادوار تانية، لكن هي دي القرعة. يعني مباراة صعبة في اجواء صعبة مع فرقة مش سهلة، خسرت الدوري التونسي في اخر ثلث ساعة السنة اللي فاتت على فكرة، كانت ممكن هي اللي تبقى بطلة الدوري التونسي، لكن جمهورها واجواءها خلى من اللقاء صعوبة كبيرة. يعني الحمد لله رب العالمين مكاسب كويسه، لكن في النهايه هي نقطه اولى في كتاب كبير لسه ممتد لاخر السنه باذن الله. الشوط الاول انتهى، الشوط الثاني في القاهره محتاج تحضير اكبر يا كابتن سيد، لان اكيد الفرقه دي هيكون عندها الرغبه ويبقى عندها الدافع، هنحضر ازاي؟ مستر كولر كمان يعني البدايه كمان ليه موفقه جدا. نفس الكلام، احنا عندنا تمرين بكره وبعد كده هيبقى في راحه يوم الثلاث، وبعد كده هنكمل استعدادنا للمباراه يوم السبت الساعه 6 ان شاء الله الرحمن، يوم 15 على استاد السلام والاهلي وي، فان شاء الله الرحمن باذن الله يكون موفقين باذن الله تعالى، ونتعامل من اللقاء بمنتهى الجديه والايجابيه، وخطوه قبل بدايه الدوري والقرعه اللي اتعملت النهارده ودخولنا في الدوري المحلي. يعني زي ما قلت لك هي نقطه في من اول السطر كده، وبعد كده هنخش في معمعه الدوري واللقاءات المحليه، وان شاء الله الرحمن بس نعدي المباراه الثانيه، لان هي رغم ان احنا كسبنا فوز كويس ومستحق وكل حاجه، لكن هي لسه بطاقه تاهل في القاهره باذن الله. اخيرا جمهور النادي الاهلي رغم قله عدده تاثيره ومردوده كان كبير جدا يا كابتن سعد على لعيبه النادي الاهلي. تاكيد يعني جمهور النادي الاهلي في كل مكان يعني، فبشكرهم طبعا، وفي النهايه هقفل برضه الصفحه وده اللي قاله الراجل على طول بعد اللقاء. شكرا جزيلا. بنشكر اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ وعوده ليك من جديد، والكابتن ايمن شوقي. طيب كابتن عادل نروح للتغييرات. شريف مكان شادي في الدقيقة 64، حسام حسن مكان سافيو في الدقيقة 77، وقفشة مكان أحمد عبد القادر، التغييرين في نفس الدقيقة في الدقيقة 77. لما نزل شريف ونزل من بعده حسام حسن، هل طريقة اللعب اتغيرت؟
لا برضه فضلت اللامركزيه قدام حسام حسن كان قاعد يتحركوا يعني الاثنين كانوا بيلعبوا جنب بعض اثنين روس حربة ومحمد شريف ولكن واحد تلاقيه نزل تحته واحد يعني ما كانش في انتظام في الحته الاماميه خلينا نبقى معترفين يعني احنا كسبنا المباراه بكره ثابته اوكي موقف ثابت محمد عبد المنعم طلع جاب الجول لكن هي المركزيه اللي بتتكلم عليها كابتن يعني مثلا شادي هنا شادي طاهر في القلب وعبد القادر على الطرف سافيو سافيو على الجنب في كرة تانية لو جبتها هتلاقيهم متلخبطين اهو يعني شادي هو على الطرف وعبد القادر هنا وطاهر هنا وسافيو برضه هناك يعني الموضوع كان اللامركزيه النهارده ما عجبتنيش بصوره جيده انا ممكن يكون اتنين بس اللي يعملوا اللي يتحركوا في الاربعه يعني عبد القادر يبقى عبد القادر والناحيه الثانيه الطرف الثاني لكن طبعا. شادي وسافيو المفروض ما يطلعوش بره يعني ده الطبيعي ولكن خلينا نتكلم في امر ايه يا كابتن ان كره القدم بتعترف بالايه بالنتائج في الوقت اللي انت فيه بدايه موسم ايوه انت بدايه موسم بدايه ثقه بدايه مدرب جديد عايز تعمل تديله ثقه عايز يمضي مع الناس جمهور النادي الاهلي دائما بيتفائل بالمدرب اللي بيكسب في البدايه مظبوط دي رقم واحد رقم اتنين ليه تصدر لي مشاكل في البدايه بتاعتك يعني انت لو كنت تعادل هناك ما كانش هيبقى في مشكله انت بتلعب بره ملعبك ومجموع المباراتين مظبوط ولكن لازم نعترف انا من مدرستك في الحته دي ان انا الماتش ما انتهاش وما وصلناش الدور الثاني وانا ما بحبهاش يعني انا ما بحبهاش ان شاء الله لو كسبان هناك 3-0 انت فاكر الكابتن جوهري كان يقول لك ايه حتى لو كنا كسبانين يطلعنا خسرانين طبعا وبعدين يا كابتن خلي بالك صعب للعيبه تسهل عليك صعب للعيبه تسهل عليك طبعا بمعنى انك حلوه دي كابتن علي عجبتني انك انت طول الوقت لازم تحسسهم ان المباراه تقيله لانه اللاعب خلينا نعترف اللاعب العربي كده والمصري كده حتى في النادي الاهلي في اي حته في الوطن العربي انت لو سهلت له المباراه هيتعبك فانت صعب يعني دائما تخلي الناس في تحفظ انك انت رايح وبعدين هي كره قدم اهو هنا برضو عبد القادر وسافيو سافيو وعبد القادر وشادي راح وهناك طاهر داخل لجوه وضامن مع شادي هي دي البدايه اللي هم لاعبين بيها اللي هو عبد القادر ناحيه الشمال سافيو في القلب تحتيهم يعني في القلب وطاهر هناك خالص ناحيه اليمين وشادي راس بس هي كابتن اسامه اللي احنا بنتكلم فيها مش عايزك يعني كتير تيجي لي مكاني هنا وتجي لي هنا لانه بيبقى احيانا انك انت بتقيس على اللاعب على الاقل بتقيس سرعات اللاعب اللي عليك فانت ممكن تعمل معاه واحده واثنين وثلاثه لكن احنا كنا مزودينها النهارده طب خليني اسالك النهارده مثلا على تحركات واحد زي برونو سافي يعني انا عاوز اقول لك حاجه هو من اللاعبين اللي الريتم بتاعه فيه هدوء شويه او بالمعنى الاصح علشان يعني المكان اللي بيلعب فيه ولا لا هو شكله كده يعني شكله من اللاعبين اللي هيبقوا عندهم هدوء في الملعب يعني انا مش عايز احكم عليه حكم نهائي انا ما بحكمش على اللعيبه الا بعد ما يلعب لي فتره طويله يعني الحكم النهائي اللي هو ده سوبر ده لعيب كويس ده هينفع الفرقه انا مش متسرع بس دايما. اللعيب دايما اللي بيلعب على الاجنحه كابتن عادل لازم يبقى عنده سرعه برافو عليك يعني انا لما شفته النهارده يمكن بدايته احنا ما اتفرجناش على الماتشات اللي هي الوديه انا بقول لك المكان ده هيبقى افضل حاجه ليه مش هيبقى بص سافيو هنا فين مثلا هو مهاري لعيب عنده مهاره جيده ايوه ما بعد المهاره بس الثلاثه في الحته دي يعني الثلاثه تقريبا في 5 يارد لا ده معاهم علي معلول ايوه انا بقول لك الثلاثه دول لازم واحد منهم يطلع يعني واحد منهم ما يكونش في الحته دي ما بص عايز اقول لك حاجه ممكن تكون ده اتنين يمسكوهم او واحد يمسكهم ما هو انت ممكن بتكون بتعمل تكتل في مكانه بتعمل الدبل باص او الباص السريع زي كانك بتلعب دايره وتغير الناحيه الثانيه مش في الجزء ده يعني انت اخترقت هنا بص هنا اختراق كنت هتروح تجيب جون يعني لو الباص جه ابسط واقل هتروح تجيب جون وجول رسمي يعني لو الكره كملت هتبقى الكره جون لكن
خلينا نتكلم بس على اكمل لك سافيو يا كابتن، بس ان هنا برضو التحركات دي فعلا خلقت مساحه لسافيو ان هو يروح للجو. ما هو بص يا كابتن، كره القدم في الوقت الحالي انت بتتكلم فيه انك تضيق مساحات وتوسعها مره واحده، او توسع مساحات وتضيقها مره واحده، بالذات في الاماكن التلت الاخير لاي فرقه. انت دلوقتي اي فرقه بتديك 30 متر بتسيب لك 30 متر وبتلعبك دفاع منطقه. اي فرقه حتى لو فرقه كبيره بتلعب فرقه صغيره بتديك ال 30 متر. وايه اللي بيحصل في ال 30 متر؟ الوقفه بتاعتك بتختلف، هنا سرعات اللعب. علشان كده انا بقول لك ممكن يكون سافيو مثلا لعيب مهاري عنده الحته بتاعت اللي هو الباص، هيبقى بيباص كويس، هيبقى بصير كويس، ممكن يجي من تحت كويس، مهاره. لكن انا لسه ما شفتوش الحته المقاتله، لانه ممكن يكون من نوعيه اللعيبه الثانيه اللي هي مش بتقاتل وبتجري وبتزحلق وبتاع يعني. وبعدين الحكم متسرع يعني، لا ما حكمش عليه طبعا، ولكن ولكن في اخر الامر انت محتاج النجاح في البدايه طبعا، نجاح للمنظومه وليس للاعب او المدرب، لكل الفرقه. ايه هو قناه الثقه تفتح صح، اللي هي القناه او الخطوه الاولى، انك انت النهارده تكسب بره ملعبك ان شاء الله، تعدي الدور ده وتحذر من المباراه بتاعت يوم السبت، ما فيهاش هزار، ما بنهزرش، حذر وبعدين اكسب وخلاص وشكرا، ابقى انا هنا اقول عليهم بقى سهل بعد ما اكسبهم واصعد للدور الثاني. واصعد للدور الثاني لا نقول بقى. لكن كره القدم لا تعترف حتى لو انت اقل، هتلعب اقل فرقه في الدنيا ما تعلمش. يعني في مقاييس الكوره في، احنا بنقول دي فرقه قويه وفي دي فرقه ضعيفه، لكن في يوم صح، في يوم ممكن في لحظة يحصل مشكلة، ممكن في كورة واحد يترد من عندك في أول دقيقة تتعب. ما هي كرة القدم كده، وشفنا كتير قوي. حد كان يتخيل إن ألمانيا تخسر تكسب البرازيل 7 في البرازيل؟ ما حصلتش ولا هتحصل يعني، لكن حصلت يومها. ما فيش مشكلة، إحنا لعبنا بطولات أفريقيا كتير يا كابتن أيمن، عملنا نتائج بره، ومرة خرجنا خرجنا من البن الأثيوبي، كانت فرقة ما حدش يعرفها، خرجنا لعبناهم هناك متعادلين معاهم هناك، وجينا هنا تعادلنا معاهم 2-2 وخرجنا بره. فيلا الاوغندي اسامه مطمن يا عادل، ها اسامه مطمن، اسامه بيطمن دايما عشان انت، عشان النادي الاهلي واسم النادي الاهلي وكسبان بره. لا في نقطه، هو البن الاثيوبي على فكره النادي الاهلي كان منقسم لفرقتين. ايوه مظبوط، ما دي نقطه برضو فرقت يعني، معظم اللعيبه الاساسيين كانوا في تونس، خدنا البطوله العربيه. هنا ناس كتير راجعه من اصابات، رجعت ناس صغيره. وفيلا الاوغندي يا كابتن اسامه ماشي بيحصل، لا وفيلا الاوغندي ضربات جزاء يعني انا ما بقولش يعني الفرقه دي قد فيلا الاوغندي 20 مره مثلا، واللعيبه بتاعتنا كانت يعني كان جيل اقوى من الجيل ده 30 مره مثلا. أيوه. بكلمك بمنتهى الامانه، انا مش مختلف، وخرجنا ايوه وخرجنا. انا مش عادل، انا كره ملهاش كبير، انا مقتنع بكلامك، انا مش مختلف معاك ان ممكن جدا، وياما شفنا سواء احنا شخصيا او شفنا في فرق عالميه، حتى فرقه صغيره تخرج فرقه كبيره، بس احنا بنتكلم على واقع الاداء هنا والاداء هنا، والنتيجه اللي الاهلي حققها هناك 1-0. الماتش خلص خلاص، انا فاهم، الاولاني خلص ماشي. انتهى، احنا هنلعب ماتش جديد ماشي. يحصل فيه اي حاجه، ممكن يحصل فيه اي حاجه، لكن احنا بنتكلم واقعيا ان النادي الاهلي فرصته بقت اكبر، النادي الاهلي لعبته افضل، الفريق النادي الاهلي ان فرصه النادي الاهلي هي الافضل بأداء المباراه اللي جايه بوضوح. انت عايز تقول بمراحل افضل بوضوح ومراحل، لكن يحصل مفاجات في كره القدم. ممكن يحصل وارد يحصل مفاجات في كره القدم. انا اقول لك حاجه مهمه، اتفضل. انا ممكن 10 شهور اندم وانا بتفرج على بطوله افريقيا بتتلعب قصادي، ايوه، عشان عدم تركيز يوم، طبعا ثانيه، عشان عدم تركيز ثانيه. فانا بقول لك انك انت شايم قوي يا عادل. لا بس بتحصل، ممكن تحصل يا كابتن علاء. كابتن انت لسه قايل لي على موضوع الاشغال الصومالي، فرقه ما كانتش بتعدي نص الملعب، ده انا فاكر الماتش ده كويس قوي. انا 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 كابتن، النادي الاهلي يستاهل انه يشتغل بالشكل ده.
لانه في لحظه تلاقي الفرق قدامه بقت مارادونا، بتبقى في وقت فرقه فظيعه. ما بنشوفها في ماتشات الدوري. انت 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 عندك مشكله كبيره في الدوري. كل الفرق لما بتيجي تلعب النادي الاهلي بتبقى، انا بتفرج على ماتشات في الدوري فرقتين بيلعبوا بعض. كانوا ملعبيننا من اسبوعين، فرقه عظيمه. بس خلي بالك ده وضع طبيعي. أنا يعني احنا زمان حتى لما كان فرق صغيره بتلعب النادي الاهلي، اللي ينام بدري واللي يشرب اللبن واللي مش عارف متخانق مع ابوه يصالحه واللي متخانق على فكره يعني. ايمن الموضوع ده مش في مصر بس. وطبعا النادي الاهلي العالم كله، العالم كله، حتى الفرق مثلا الاسبانيه ما يجي يلعب ريال مدريد غير لما هو بيلعب فرقه تانية، بيبقى كويس وكل حاجه، بس يعني لما يجي يلعب البطل او برشلونه، او في انجلترا مثلا بيجي يلعب مانشستر سيتي بيبقى مهتم اكتر ومركز له اكتر. مش معنى كده ان هو في الماتشات التانية بيلعب باستهتار، ولكن طبيعي انه بيلعب البطل بيبقى تركيزه اكتر ودوافعه. بس عندنا في مصر مع فرقه واحده كده، انا بكلمك النادي الاهلي. لا عندنا في مصر مع فرقه، ايوه مع النادي الاهلي بالنسبه كبيره جدا، فرقه واحده بس. لكن في انجلترا مع الدربيات او مع الخمس فرق اللي بينافسوا، مع مثلا في اسبانيا مع الفرقتين اللي بينافسوا ريال مدريد وبرشلونه. ولكن يا كابتن انت بتتكلم، انا فاهم لكن انت بتتكلم على النادي الاهلي. احيانا بتبص تلاقيهم يعني الغل بتاع الكوره، انا بتكلم على الكوره يعني، غل الكوره بتلاقيه طالع ليه؟ لانه اللي يكسب البطل. لا هو مش بيلعب البطل بس، المدرب اللي بيكسب النادي الاهلي بيقعد سنه يشتغل، واللعيب يقعد سنه يشتغل. بتفرق معاه في الاسم يعني، بتفرق مع... لا بتفرق في ناديه بيشغلوه. ما حتى لو خسر 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 كتير يقول لك لا كسب الاهلي كسب الاهلي كسب الاهلي، ده حافز. الحافز الثاني المهم بقى بالنسبه لنا احنا كنادي اهلي، ان احنا لما نيجي نلعب يوم السبت، رقم واحد انت ماتش اعداد، خده بالشكل ده. يعني بمعنى ايه؟ انك تبقى قوي فيه. انا عارف ان اللعيبه تبقى قويه ومش ومحذرين والحاجات دي كلها، لكن تعمله بقوه قوي. رساله كمان لدور المجموعات، لو انت وصلت برقم كويس ونتيجه جيده واداء متميز، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انك انت هيبقى شكلك افضل، هيتخاف منك اكتر، هترد اسرع. لانه الناس عارف انت لو لعبت ماتش زي اللي لعبته النهارده وكسبت 1-0 هنا في القاهره، ممكن الناس تقول ادائك وحش. يعني انت النهارده انت متسيد المباراه صح، بس يعني ايه، لازم نعترف ان انت كنت افضل واحسن كتير. ده اللي مخلينا احنا بنقول ان الماتش ممكن يكون سهل. حتى لو كنت افضل منهم 20 مره، حتى لو كسبتهم 3-4-5 صح. انا وجهه نظري كده بخاف. صحيح. طيب كابتن بلال، عايز اتكلم في نقطه معينه برضو في التغييرات، هرجع للتغييرات مره ثانيه. معلش، ما انا الفكره بتاعت حسام حسن ومحمد شريف، هو الوضع الطبيعي اللي يروح ناحيه الطرف محمد شريف. شريف مظبوط. اللي كان متطرف شويه حسام حسن. لا هتلاقي لظروف الكوره بس كده، هتلاقي شريف في بعض الاوقات كان بيتطرف وحسام يعني حسن. لو معانا صور مثلا من بدايه من نزول حسام حسن ومع محمد شريف، عايزين بس نشوف تحركاته. اتفضل يا كابتن. بص، هتلاقي في بعض الاوقات شريف بيتطرف وفي بعض الاوقات حسام حسن بيتطرف. تمام، لان هو راجل ما كانش بيلعب باثنين فراوده يعني. ايوه، هو كان بيلعب بفرد واحد واثنين على طرفين الملعب، واحد بيلعب بلاي ميكر من تحت او صانع الالعاب رقم 10. فهتلاقي دايما يا شريف ناحيه اليمين هتلاقي شريف كان بيتطرف وحسام حسن بيخش وهو الفرود، والعكس ناحيه الشمال حسام حسن بيتطرف وهو شريف اللي بيدخل ناحيه ما كانش فيه ثبات يعني، فاهم قصدي؟ الاثنين بيلعبوا، الاثنين بيقدروا يعني، او خاصه شريف هو اللي ممكن يلعب حته الوينج دي، اللي هو اصلا لعيب وينجر يعني، فاهم قصدي؟ يعني هو بيجيد الحته دي، لعيب عنده سرعه، بيعرف يباصي، بيعرف يجي من تحت، عنده سرعات افضل من حسام حسن. وانا بالنسبه لي الافضل انه حسام حسن يبقى هو المان تارجت وشريف يبقى هو اللعيب اللي بيلعب على طرف الملعب، سواء كان طرف يمين او طرف شمال. ده الاوقع والافضل بالنسبه لنا احنا وبالنسبه لهم هما الاثنين من وجهه نظري. حسام لعيب ممكن يلعب يبقى محطه كويسه، يساعد اللعيبه بتاعه نص ملعب، يقف على الكره. شريف من المميزات بتاعته ان هو لعيب سريع، بيعرف يعني يشتغل في مساحات، تمام، بيعرف يتطرف بشكل كويس، بيعرف يجي من تحت بشكل كويس.
فالاثنين الستايل مختلف شويه، الاثنين مش ستايل واحد. ممكن المدير الفني يحتاجهم في مباراه واحده، خد بالك، وبعض الاوقات ممكن، بس هل ممكن شريف يحتاجهم في وقت واحد؟ انا لسه هقول لك اهو، في بعض الماتشات ممكن يبقى حسام راس حربه، شريف من تحتيه، من تحت، خد بالك. لو في الحاله دي ممكن يعني ما تستعينش بسافيو مثلا، او ما تلعبش بالبلاي ميكر، او ما تبقاش طريقه اللعب زي ما انت بتلعب في الوقت الحالي، زي ما كنا زمان بنقول ايه، لو ما لعبتش ببلاي ميكر ولعبت بيرسيتاو يبقى هو ده اللعيب اللي يبقى راس حربه الثاني، ما ينفعش يبقى طرف من الاطراف، لان هو قدراته وامكانياته كده. احنا بس في حاجه لازم يعني ناخد بالنا منها ونركز عليها، ان برضو امكانيات اللعيب مهمه جدا في توظيف لتوظيفه. يعني انت النهارده تيجي تقول لي سافيو النهارده بلعب في كبلاي ميكر، انا مش شايفه. ايوه تمام، انا مش شايفه بلاي ميكر حقيقه، انا مش شايفه. ممكن يعني كابتن سامي عربي قال لي شفت له ماتش بيلعب، بص خد بالك، هو بيلعب هو بيلعب رقم 10 اللي هو البلاي ميكر، وبيلعب ناحيه الجناح، خد بالك، بيلعب المركزين يعني. الحاجات اللي ادى فيها بشكل كويس النهارده كلها وهو من الطرف بالظبط، على يعني على طرف الملعب لعب كويس، كان بيباصي كويس، عمل شو جيد، تمام. ما ظهوره الاول النهارده يعني ظهور معقول، مش هنقول ظهور وحش ولا ظهور ممتاز، يعني ظهور معقول في ظل انك بتكسب كل الفرقه، معقوله وكويس النهارده. ياخد فتره عشان التاقلم ولا لا. شوف مباراه لا 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 لازم ياخد مطلب لا مباراه النهارده ليست مباراه جيده للحكم على اللعيبه طبعا، كل اللعيبه اللي في الملعب الحقيقه، مباراه بره ملعبك لسه بتستعد، ولا مدير الفني طبعا كمان، ولسه بتستعد، ممكن ما تكونش انت مؤهل بدنيا، فبالتالي غير جاهز، غير مكتمل فنيا، او غير جاهز فنيا. فعشان كده ما نقدرش نقول النهارده سافيو، اصلا انت لو النهارده لو هتحكم عليه كلاعب هيجيب لك بطوله من ماتش النهارده هتقول لا مش هيلعب. أيوة. تمام. أيوة. لكن لو هتقول النهارده كبدايه بالنسبه لتيم النادي الاهلي بدايه جيده، المطلوب انت حققته بنسبه 100%، خد بالك. مزبوط. يعني انت النهارده حققت المطلوب منك بنسبه 100%، انك بتلعب نوك اوت وكسبان الماتش الاول بره ملعبك، ده معناه ان انت بنسبه مثلا 70% انت تخطيت الدور ال 32 ان شاء الله باذن الله تعالى يعني. تمام، لان هي حسابات كره القدم، حسابات. هو مش افضل منك فنيا يعني، انت لما تيجي تقول ايه المخاوف اللي ممكن تواجه النادي الاهلي في مباراه العوده، لما يكون انت النهارده مثلا معمول عليك جيم جامد جدا، وانت جبت جول ضربه ثابته، او جبت جول ركله جزاء، او هجمه مرتده، بس الفرق اللي قدامك زنقك في ال 18 ومضايق خمس ست فرص وبتاع، فتيجي تقول لا الماتش كده بالنسبه لنا صعب. أي. لكن انت النهارده مسيطر اداء، تمام، فاذا تستحق النتيجه. ده يقول لك هل المباراه اللي في مصر تبقى سهله؟ لا، مش سهله ومش صعبه. أي. خد بالك يا كابتن برضه، يعني هي ليست بالمباراه السهله وايضا ليست بالمباراه الصعبه. الخصم ما اداناش حق النهارده ان هو ده المنافس القوي اللي يقدر النهارده يكسبك هنا في القاهره، ما اداناش الايحاء ده النهارده في الملعب، لا في الاداء في التاكتكس، ولا خد بالك في المهارات الفرديه لبعض اللعيبه. ما انت النهارده ممكن يكون الفرقه النهارده بتاعت الاتحاد المنستيري فرقه تكتيكيا مش حلوه، طب هل العناصر اللي موجوده الفنيات بتاعتها السرعات موجوده؟ احنا مش شفناش النهارده، بس هو اسلوب الاهلي حجمهم اوكي. بالظبط كده، تمام، انا عايز اقوله لك. اوكي تمام، بس برضه الاهلي حجمهم اسلوب لعب مستر كولر من البدايه، ساعات بيبان امارات للفرقه اللي قدامك. هي. لكن النهارده برضو اسلوب كولر النهارده حقيقه كان اسلوب متميز. مزبوط. في الضغط في نص الملعب. هي. في الاستحواذ بشكل كويس. صح. النهارده كان في انطلاقات جيده، اللعيبه بتضغط بشكل كويس. مزبوط. جدا، والباكين كمان النهارده كانوا بيضغطوا، ما كانوش منتظرين ان الاتحاد المنستيري يبتدي يهاجم، فيبتدي يدافع من عند ال 18، فدي نقطه جيده في الاداء بتاعك خارج ملعبك النهارده. المباراه في القاهره مختلفه شويه، تلعب جيم مفتوح، تمام، هتديهم مساحه يشتغلوا فيها اللي انت النهارده ما اديتها لهمش النهارده، فبالتالي ممكن يكون هو بيعول انه يلعب على هجمه مرتده سريعه في المباراه اللي تبقى في القاهره. عشان كده زي ما الكباتن اتكلموا قبل المباراه، ممكن في بدايه المباراه اللي هنا في القاهره تتاح فرصه واثنين وثلاثه. التسجيل هيبقى مهم جدا جدا جدا، لان برضو خد بالك نتيجه 0-0 طبعا. نتيجه 0-0 هنا في القاهره في البدايه غير مطمئنه برضو على الاطلاق، لان 1-0 رجعت الامور لبدايتها المباراه الاولانيه، تبقى انت كده التعادل، فبالتالي هتبقى انت اللي مزنوق، انت اللي مضغوط، انت اللي دايما بتدور على الهدف. فاحنا مش عايزين نوصل لفكره انك انت تدور على هدف، احنا عايزين نوصل ان النادي الاهلي سجل هدف، فبالتالي يعني خلاص يقضي على امل الاتحاد المنستير.
كولر اجاد النهارده بنسبه جيده في التشكيل في التغييرات من وجهه نظر يعني غير تغييرات في محلها بشكل كويس. النهارده التغييرات كلها هجوميه وانت متعادل فده معناه ان هو راجل بيفكر يكسب مش بس بيفكر يكسب بيفكر للنادي الاهلي. أيوة. ما هو انت انا النهارده بدرب مين؟ انا بدرب النادي الاهلي مزبوط. بدرب النادي الاهلي المفترض انه بيلعب على البطوله فرق البطوله بتكسب بره وجوه مزبوط. فالنهارده انا متعادل 0-0 وشايف الفرقه اللي قدامي وحاططها في وضعات طبيعي هو ده التغيير المظبوط في اطار الجيم اللي اتلعب النهارده. انا بلعب جيم النهارده مسيطر عليه فبالتالي انا شايف الفرقه اللي قدامي حطيتها في الزوم بتاعتها الطبيعيه فعشان كده النهارده الثلاث تغييرات بالنسبه لمستر كولر كانوا ثلاث تغييرات هجوميه. فانا شايف ان التغييرات بالنسبه له تغييرات جيده تنشيط للحته الهجوميه دي رقم حاجه واحد. تحسب له حاجه تحسب له ايجابيه طبعا للمدير الفني. الفكره بس عايزين النهارده بس اللي كان ناقص الاهلي الربط ما بين لعيبه نص ملعب والحته الهجوميه هي دي بس الربط اللي ما كانش موجود النهارده. أيوة. زي ما قالوا الكباتن في لا مركزيه كتير النهارده شادي حسين بيخرج كتير جدا بره ال 18 برغم انه المفترض انه معاه يعني تحتيه ثلاثه كرتهم حلوه امكانياتهم جيده يقدروا يوصلوك بشكل كويس اصبر ممكن الكره ما توصلش يعني طول الوقت لكن لازم تصبر. النهارده انا اصبر امتى يا كابتن؟ لما يكون انا عندي ثقه في اللعيبه اللي بتلعب معايا او اللي بتلعب ورايا. يعني النهارده عندك سافيو لعيب المفترض لعيب كويس عندك ان عبد القادر لعيب كويس طاهر محمد طاهر لعيب كويس الاثنين ديانجو السوليه اثنين لعيبه كويسه فبالتالي لازم يبقى عندي في بعض الاوقات يا كابتن انا كلاعب جديد ببقى عايز يعني ايه اوري نفسي للناس اوري نفسي للمدير الفني فبتحرك يعني غصب عني ببقى عايز اتحرك في كل حته في الملعب. انت جبت صوره هنا يا كابتن اي شادي سايب ال 18 فاضي وبيكمل بيلعب ناحيه الشمال مع اللعيب زي ما احنا شايفين يا كابتن اتوبيس النادي الاهلي وصل للمطار علشان العوده ان شاء الله باذن الله رب العالمين بالسلامه لارض الوطن ان شاء الله يرجعوا بسلامه الله يعني ومبروك عليهم المكسب النهارده واكيد كلهم مبسوطين يعني فاهم البدايات دي بتدي امل بتبسط الناس بترجعك مبسوط بتخليك تشتغل مش اندر بريشر يعني بتخلي الظروف بالنسبه لك مهيئه انك تشتغل بشكل كويس بتخلي المدير الفني يبقى عنده اتساع من الوقت وان هو يشتغل بشكل كويس مش مضغوط وهو بيغير حتى لو غير الماتش اللي جاي لعيب او اتنين مش هيبقى عليه ضغوطات مش هيقول لك انت جبت ده ليه ولعبت ده ليه وحطيت ده ليه. فاهم قصدي؟ لما تبقى كسبان صح. الامور بتبقى سهله وبسيطه للمدير الفني. اول واحد بيستفيد على فكره المدير الفني مش لعيب يعني المدير الفني اول حد بيستفيد مزبوط. من المكسب اللي بيحصل ده خاصه لما يكون انت جديد على الفرقه صح. جديد على النادي الاهلي واكيد طبعا يعني في سامي بيتكلم اكيد معاه سيد عبد الحفيظ بيتكلم معاه عنده المساعدين اكيد بيتكلموا معاه على امكانيات وقدرات اللعيبه. فانا بشوف النهارده مباراه من وجهه نظري ممتازه جدا مش ممتازه اداء انا بتكلم نتيجه ممتازه نتيجه اداء مش بطال من وجهه نظري يعني كبدايه بص كبداية. انا نحكم على المباراه في توقيتها مزبوط. وبمباراتها يعني مزبوط. النهارده ما بقولش النهارده لو مباراه في نص السيزون اقول لك لا الاداء مش عاجبني مش حلو مش احسن حاجه لازم تغيير يبقى في حاجه غلط. انما النهارده مباراه في اول السيزون لا مباراه جيده حلو صح عاجبني قوي لعيبه نص ملعب والتفاهم اللي موجود عاجبني الاثنين السنتر باكس بتوع النادي الاهلي النهارده يعني هايلين جدا جدا تحركاتهم النهارده واحد بيمسك الثاني بيغطي على طول يعني في واحد بيلعب مان والثاني بيعمل الكفري الشناوي واقف بشكل كويس النهارده الاثنين الباكين عاملين الادوار الدفاعيه اللي عليهم النهارده بشكل جيد جدا اذا كان علي معلول او اكرم توفيق يعني جود لك النادي الاهلي مباراه جيده مكسب حلو جدا ان شاء الله باذن الله تعالى يكلل المجهود والمكسب في القاهره ونكسب ان شاء الله بنتيجه جيده عشان زي ما قال كابتن عادل انك تدي مسج للفرق الثانيه بتقول الاهلي يعني جاي بشكل كويس ان شاء الله. كابتن علاء مكسب النهارده يثبت لك التشكيل الماتش الجاي في ماتش العوده ان شاء الله؟ لا مش شرط مش شرط يعني ممكن يغير ممكن على حسب وجهه نظر هو ممكن يدي حد يبدا بس هو مش هيغير في اسلوب اللعب او طريقه اللعب لا ليه ما خلاص يعني مش الوقت خالص هو واضح ان هو هيغير طريقه اللعب ليه عشان انا كمدير فني بغير طريقه اللعب امتى بحس ان هي حاجه من الاثنين اما لعبت مش هضمه الطريقه كويس او الطريقه مش جايبه الهدف اللي انا عايزه او النتيجه اللي انا عايزها بس انت ساعات بتحكم على الامور من بدايتها يعني احيانا انت بتقرا افكار المدير الفني اللي قدامك من البدايه واضح يعني ان هو مقتنع ب 4-2-3-1 هو مقتنع بيها تماما لان هو الى حد كبير عارف نوعيه اللعيبه الموجوده والتوظيف بتاعها ايه. ما هو بص يا ايمن هي الطريقه على حسب القماشه اللي معاك تبدا توظف الناس بتاعتك
بس يعني مثلا العالم كله بيلعب 4-3-3 وبيجدوها بامتياز، كان ريال مدريد، كان برشلونه، اذا كان السيتي، لكن هم عنده الناس اللي تاديله دي. انت ما تحاول تعمل 4-3-3 هنا بتبقى عندك مشكله دايما في الثالث، فاهمني؟ لكن هي الانسب للمجموعه اللي موجوده دي 4-2-3-1، وعندك اللعيبه اللي تبدا، وعندك التغييرات اللي هتعملك نفس التوازن او حتى ممكن يعملك اضافات كتيره. عشان كده بقول لك انا 4-2-3-1 هي الانسب للاعيبه النادي الاهلي، وكولر واضح ان هو بادئ بيها، فهي طول ما هي الطريقه جايبه النتيجه اللي هو عايزها وتؤدي الحاجه اللي هو بيتمناها، ماشي انا ماشي معاها. الا لو حصل لا قدر الله حاجه بقى، اصابات كتير في مكان مهم، فيبدا يغير مثلا 3-4-3 او 3-5-2 زي ما عمل موسيماني فتره. هي كده، لكن واضح ان هو مقتنع ب 4-2-3-1 اللي من وجهه نظري شايفها بتناسب لعيبه النادي الاهلي. طبعا انت ممكن يا كابتن اسامه فتره من فترات تجيب صفقات تقوي الدكه بتاعتك؟ اه طبعا. ولا لازم اللي يجي يلعب؟ لا طبعا مش لازم اللي يجي يلعب، بس كل مرحله ليها اختياراتها. يعني احيانا انت بيبقى عندك تيم كويس، تيم جيد، معظمه اساسيين، لكن البدلاء ما بيبقوش على نفس الكفاءه، فممكن اجيب صفقه او صفقتين يبقوا بيشاركوا في وسط 14-15 لعيب اللي هم بيشاركوا في الموسم بصفه مستمره، لكن الاساس في الصفقات ان هي تيجي عشان تسد ثغرات في اللعب مفروض، ده الطبيعي الاول كده. ثانيا ممكن اجيب بدلاء كويسين، يعني مثلا عندي علي معلول كظهير ايسر مثلا هو الاساسي ومميز، بس ما عنديش حد بديل ليه قريب منه، ممكن اجيب حد ليه بديل مش هيلعب اساسي بس هو هيبقى معاه، وهكذا في اي مركز من المراكز. اختيار الصفقات تملي كل مرحله ليها توقيتها، حتى في العدد. يعني في سنين ممكن تجيب 6-7 صفقات، وفي سنين ما تكونش محتاج اكتر من صفقتين مثلا او 3، في سنين بتجيب 7-8، في سنين بتجيب وهكذا. فكل وقت ولقى دان زي ما بيقولوا، يعني حسب احتياجاتي وحسب انا عايز ايه بالظبط من الصفقات دي. شوف هتسالني حاجه في الماتش ولا ايه؟ كنت هقول لك يعني رايك كبدايه، يعني انتوا اتكلمتوا فيها كويس، بس فنيا انا بتكلم على الناحيه الفنيه. البدايه انا الشوط الاولاني تحديدا كان عاجبني اكتر، كميه الجري كانت اكتر، الضغط كان اشد، الشوط الثاني فك شويه، لكن احنا برضو ما زالت كانت السيطره لينا، وقلنا الفرص كانت مش كتير، لكن قدرنا نكسب في الدقيقه الاخيره. بالنسبه طبعا لدخول بعض الصفقات مش هنقدر نحكم حكم نهائي دلوقتي، لانك لو انت بتحكم من اول مباراه ممكن مش هتدي الانطباع الصحيح او الجاي او ال 100% يعني. لكن يعني لابد من جهد كبير جدا، انا قلت لك يمكن قبل الماتش، من الصفقات الجديده ان هي تثبت انها تستحق ان هي ترتدي الفانيلا الحمراء، لانه انت جايب مفروض لعيبه باسعار كبيره عشان يضيفوا للفرقه. فمش هقدر احكم عليهم من اول مباراه، يعني انطباع اتاخد في حاجات بسيطه، لكن مش هو ده الحكم اللي هيبقى 100% سليم. فمطلوب منهم اكتر من كده طبعا بكتير، سواء برونو سافي او شادي حسين وبقيه اللعيبه. طبعا اكرم توفيق قلنا اضافه كبيره جدا، انه عائد بقوه يعني، ونتمنى له السلامه. شفنا برضو محمود متولي ما كانش اساسي في الفتره اللي فاتت، لكن الراجل واضح ان لعيبه النهارده. يعني المفروض بقى بقيه اللعيبه يبقى في منافسه شديده، لانك انت هتنافس على 4 أو 5 بطولات، فهتحتاج كل اللعيبه. والمهم انه زي ما قلت لك ان كل واحد يقول انا استحق اكون في ال 11 او في الاساسيين. يعني عايز تعلق على حاجه معينه ولا؟ لا، عايز اقول ان مكسبنا النهارده الحقيقي في اكرم. لا في كذا لعيب، انا برضه شايف محمود يعني متولي النهارده ادى اداء كويس. لا انا رجوع اكرم بعد غياب فعلا، لا انا رجوع اكرم بالنسبه لي الايجابيات مكسب كبير قوي، انه راجع بالشكل ده ما شاء الله يعني، ودي حاجه كويسه قوي. يعني اكرم توفيق من اللعيبه اللي لما يفوق
وهيبقى كويس، مش هينفعك انت كنادي اهلي بس، هينفع منتخب مصر كمان. الحاجه الثانيه بيديك طمانينه وقوه في الحته الدفاعيه، عنده من الميزه ان هو كمان بيعلي روح اللعيبه جوه الملعب. ما اصل بتبقى غيره انت لما تلاقي واحد زي اكرم بيموت نفسه، فالسوليه تلاقيه، ديانج تلاقيه بيموت نفسه، فاكيد الفرقه كلها تبقى بالشكل ده. صحيح. طيب لو اخترنا كابتن بلال النهارده نجم للمباراه من لعيبه النادي الاهلي، يعني بص اللعيبه، يعني اللعيبه كلهم تقريبا كانوا قريبين من بعض النهارده في المستوى، لكن طبعا اللي سجل الهدف اعتقد هو ممكن يكون نجم المباراه يعني. فبالاضافه ان هو النهارده برده قدم مباراه كويسه، محمد عبد المنعم النهارده مباراه جيده جدا وسجل هدف النادي الاهلي، فانا بشوف ان هو يستحق يكون النهارده مان اوف ذا ماتش في المباراه. بص يا كابتن، دي اللقطه اللي انا اتكلمت عليها في حكايه حسام حسن وشريف. حسام كان بيلعب ناحيه الشمال. بص حسام كان هو اللي على الطرف ماشي، وليس العكس. ايوه ماشي. وشريف هو اللي في القلب. ما هو كان بيغيره، ما هو خد بالك، ما هو الاثنين واحيانا الحاجات دي بتقلل من قدراتي انا كراس حربة اساسي حقيقي. لا بس راس الحربة المحترم يقدر يلعب طرف الملعب ويقدر يلعب في البوكس يعني. خد بالك هتقلل من امكانياته شويه. شوف يا كابتن موسى. صح يا كابتن علاء، مش كل واحد يا ابني. هقول لك على حاجه، في ناس انا ممكن لو انا راس حربة اقدر العب على طرف الملعب تمام. ممكن تبقى العكس مش صحيح، لو انا وينج ما اقدرش العب راس حربة، فاهم قصدي؟ لان بيبقى عندك ليك انت بعض المميزات الخاصه جوه البوكس مختلفه شويه عن لعيب الوينج، لكن انت كراس حربه وعندك كوره كويسه لا تقدر تشتغل في على طرف الملعب، مش ما تلعبش وينج يعني، فاهم قصدي؟ لكن تقدر تتطرف في بعض الاوقات وتبني هجمه وتشارك في هجمه وترفق وتعمل كروس يعني، زي ما علمونا كده في احنا في الناشئين، ما اعرفش الامور اختلفت شويه دلوقتي ولا لا. بس هو الفكره بلال انه صح انت يا كابتن. بص واحده ثانيه اهو، حسام اهو وشريف هو اللي هناك واللي يعني معاه كل لعيبه عنده قدرات في الناحيه الثانيه. كل لعيبه مركز هنا كل لعيبه عنده قدرات، مش كل اللعيبه في لعيبه تقدر تلعب كراس حربه ويلعب على الطرف، لان الطرف برضو خلي بالك محتاج مهاره في انك تعدي، محتاج مهاره في انك تعرف تعمل كروس او كره عرضيه. في بعض الناس تقدر تلعب المكانين، وفي ناس لما بيتطرفوا بيبقى الامور صعبه. بيبقى الامور صعبه عليهم. في يعني صح بعض الناس يعني. صحيح الناس صحيح. سؤال، طب سؤال يعني، هو دلوقتي في الوقت اللي احنا بنلعب فيه الكره في الوقت ده عكس زمان، انت دلوقتي تلاقي اللعيب بيلعب في ثلاث اماكن. طب انا بلعب مثلا راس حربة تمام، فالفرقه مهاجمه، فانا رحت هربت ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، في الوقت ده انا بقيت جناح. اللعيب الكويس اللي هيعمل دي ثم يعمل دي وينزل نص الملعب، بيبقى بلاي ميكر، ممكن يحضر. بس يا عادل، في فرق بين ما انت بتتنقل في موقف هتعمل لعبه، في فرق انك هتلعب في المركز ده فتره. عارف عارف يا كابتن، كان الاول لما واحد يلعب وينج رايت وتتقال كده وينج ليفت وراس حربه، فبص تلاقيهم عندهم حته الثبات وبيلعبوا فيها. لكن دلوقتي كره القدم اي فرقه اي تيم جيد بيبقى عنده اقل لعيب عنده بيلعب ثلاث مراكز، ممكن يلعب واحد اساسي 100%، الثاني 50%، الثالث يؤدي فيه. لازم ماشي. لانه احيانا المباريات بتبقى في ضغط، ممكن تلعب كتير يعني. من اسباب ضياع الدوري عندنا انك انت في لحظات لما جيت تلعب لعيبه اماكن تانية ما اديتش بصوره جيده، لانه ما كانش بيبقى كان بيبقى مجهد يعني. انا بكلمك بجد، ولو مش مجهد ما بيلعبش في مكان. انا معاك، بس اللي انا عايز اقوله انه في بعض لعيبه عندهم القدرات دي ان يلعبوا في اكتر من مكان، وفي بعض لعيبه اخرين لما بيطلع من مكانه بتحس انه يقل بنسبه كبيره. اكيد في ناس بتبقى يعني بمناسبه بس الكره الدوري العام النهارده الاسبوع الاول زي ما قلنا النادي الاهلي هيقابل نادي الاسماعيلي، الاسبوع الاخير النادي الاهلي هيقابل نادي المقاولين، ومباراه النادي الاهلي مباراه القمه ضد نادي الزمالك هتبقى في الاسبوع ال14. كان
برضو على هامش قرعة بطولة الدوري العام النهاردة. كان في تكريم من رابطة الأندية للكابتن محمود الخطيب، وكان في تكريم من رابطة الأندية لهدافي الدوري العام على مدار السنوات الماضية من الرابطة. يمكن المهندس عادل يقيع بتسلم هنا جائزة الكابتن محمود الخطيب. معناه الصوت فيها، ولكن هو كان تكريم للكابتن محمود الخطيب، وكان تكريم خاص وتكريم ايضا لهدافي الدوري العام المصري لكرة القدم. كابتن علاء ميهوب، لو اتكلمنا على نجم مباراة اليوم. انا اخذ اكرم عن نفسي. اكرم كابتن بلال، انت قلت اكرم برضه؟ لا، قال محمد. قلت منعم. قلت منعم؟ قلت منعم. وانا محمد عبد المنعم. مش عشان الهدف، انا حاسس انه كان من اكثر لعيبه النادي الاهلي ثباتا في الاداء في ال 90 دقيقه، وقطع اكثر من كوره، كان بيتقدم كويس وقت ما بيتقدم. طبعا جاب الهدف في الدقيقه 93، فانا شايف ان محمد عبد المنعم هو الافضل النهارده. كابتن عادل. منعم طبعا، منعم لعيب يعني انا شايفه كمان بقى متميز قوي في حته الكورنر. جاب المنتخب مصر، جاب الجون، وجاب النهارده الجون. التايمنج بتاعه هايل، حطها في حته مكان كويس. وبعدين اصلا كان متحمس جدا، حتى لما خد الانذار خده بتحور، علشان كان عنده حماس كبير. صح. هو منعم. يبقى كابتننا كبار شافوا ان محمد عبد المنعم هو نجم لقاء اليوم. نروح لفاصل، ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر، اهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل الرحمن، كابتن احمد بلال. اهلا وسهلا، انتوا طيبين يا جماعه. كابتن ايمن، مبروك النادي الاهلي على الاداء والنتيجه والروح، وهارد لك لنادي الاتحاد المنستيري. نتمنى طبعا موسم طيب لكل عناصر اللعبه، وبدايه النادي الاهلي النهارده ابتدى بدايه طيبه. نتمنى ان شاء الله الماتش الجاي يؤدي اداء بنفس الاداء النهارده اللي عمله. كابتن ايمن، النهارده طاقم تحكيم جزائري لحلو بن برهام الحكم الجزائري، اعتقد مباراه يعني ما كانش فيها كابتن عادل صعوبه، مباراة سهلة جدا، مفيش اختبارات. كمان يا كابتن أيمن، يعني اللعيبة كمان في ميدان اللعب ساعدوه كابتن أسامة على إن هو يؤدي بشكل وهو فيه ارتياحية. ولكن أنا النهارده كابتن أسامة بشيد بالحكم مساعد رقم واحد اللي هو أكرم الزرهوني، اللي هو أشار باستمرار اللعب في الهدف النادي الأهلي الأول. تميز كابتن أيمن، تميز الحكم مساعد. خلي بالك، لعبة يمكن كتير ما خدش باله منها، هنشوف اللعبه في الاول حاله معانا، ان دي اهم حاله موجوده معانا، وسمح بتستمر اللعب. بس انا كمان بشيد بمين؟ بمحمد عبد المنعم، اللي هو كان عنده توقع ويقظه، لانه لحظه اللعب كان في موقف سليم. خلينا نحكي في اللعبه كابتن. هنا انا معايا هنا يمكن دي اللقطه الاولى كابتن ايمن. هنا حسام حسن في موقف تسلل، خلي بالك. هنا اكرم المساعد رقم واحد، هنا قربت كويس قوي حتى ما بصش هنا كابتن، هو بيلعب على السمع كابتن اسامه، كرة بتطلع، هو رابط كويس قوي ساعه الكرة ما تطلع. الموقف اللي هنا، خلي بالك لو الكرة اتعملت مره واحده لحسام حسن وتدخل في اللعب، كان ممكن الحكم يشير على التسلل. ولكن هنا شوف دقه الحكم المساعد، رغم ان هي ما فيش تقنيه الفيديو. نشوف الصوره الثانيه هنا كابتن، هنا محمد عبد المنعم لعب الكرة خلاص براسه، وحسام حسن هنا لم يتدخل باي شكل من الاشكال مع حارس المرمى، سواء بالتاثير او بحجب الرؤيه او بالكلام ده. عشان كده انا بشيد بثلاثه، المساعد رقم واحد في ان هو خلى اللعب يستمر، وهدف صحيح 100%. هنا كمان محمد عبد المنعم كان عنده توقع ويقظه، وحسام حسن كان عنده ذكاء ان هو ما تدخلش مع حارس المرمى. خلي بالك، ده ذكاء من حسام حسن. دي لقطه طبعا تحسب للحكم المساعد. خلي بالك، وكمان مفيش تقنيه الفيديو كابتن احمد، يعني بنقول ده هو نجم المباراه الحكم المساعد رقم واحد. خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. هنا طبعا هنا بكلم الحكم الجزائري، ما تاخدش بالشكل، يعني في كذا لعبه النهارده كابتن ايمن يعني صفر عليها، سواء بقى عكسيه او فاول عكسي او انذار. لا، خلينا هنا الكره لم
يعني تلعب باليد، ولكن هنا اصطدمت بلاعب النادي الاهلي في الجنب، وبالتالي هنا وحسب هنا مخالفه، هنا المخالفه مش موجوده. الحاله اللي بعد كده، هذه اللعبه كابتن احمد خلي بالك مهمه جدا جدا جدا، ويمكن هو محظوظ لان دي جت لقطه واحده بس وقعده واحده بس، ما جاتش تاني غير اللقطه دي جت اللي هي من ورا، اللي هي الايد، اللي هي الايد. ايوه، اولا الحكم هنا المفروض في كره ثابته خلي بالك خد زاويه مزبوط. عشان تقدر تشوف الحائط الدفاعي. هنا كمان القفله بتاعه الحائط الدفاعي قفلت عليه كمان وما شافش، ولكن في نفس الوقت خلينا اقول ولا هي باينه الايد كابتن اسامه خارجه ولا الايد خارج الجسم. هنا مش باينه خالص، هي دي اللقطه الوحيده مش باينه هل كان في مخالفه ولا لا. وانا طبعا همشي هنا كابتن احمد مع قرار الحكم ان اللعب يستمر، لان انا شايف ان الايد هنا حتى كمان في نطاق الجسم، لو اتشالت الايد يا كابتن عادل هتروح الكره فين؟ هتروح في صدره، على صدره. ولكن بعكس لو الايد كانت خارجه كنا هنقول في مخالفه لمس الكره باليد. الحاله اللي بعد كده هنا ادى انذار لمحمد منعم، طبعا انذار طبعا هو ظلم فيه، لان محمد منعم رجليه راحت على الفاضي ما لمستش خالص اللاعب، ولو عاوز تحسب فاول هنا يعني الاثنين رافعين رجليهم هتحسب فاول على مين؟ ولكن هنا للاسف هو برضك خد بالشكل، وهنا انذار انا بعتقد انذار كان قاسي جدا، غير مستحق، غير مستحق محمد عبد المنعم، لان هو لم يرتكب اي مخالفه تخص التهور. اللي بعد كده حاله من حالات المفروض انا النهارده حكم جزائري الف ب خلاص، ان اللاعب هنا جزائري التونسي بيشد او بيعطل الشناوي ومسكه اكتر من مره، شادد يعني ايه؟ عارف كابتن ايمن لو شديته سبت خلاص وهو عدى خلاص، مش انك انت مصر على انك انت تشد وتعطل اللعب. وهنا طبعا كان يجب انذار لاعب الاتحاد المنستيريا، ولا طبعا لم يشهر البطاقه الصفر. الحاله بعد كده نفس الشيء، هنا حسب مخالفه على لاعب الاتحاد، كره تصطدم في صدره، يعني انت يعني دي نصيحه للحكم زي ما تخش بالشكل، وخلي بالك دايما تبقى موجود عشان تقدر تشوف هو مش موجود في حيز اللعبه كده خالص، مش موجود خالص. فهنا مخالفه يعني اعتقد مش موجوده، وهنا حسب مخالفه نتيجه لمس الكره بالايد. القرارات غير المؤثره دي يا كابتن يعني بتقلل من تقييم الحكم برضو جدا يا كابتن. شوف دي حتى لو غير مؤثره، بس كانت هي غير مؤثره، بس مجمل المباراه انا كمقيم قاعد باخدها عليك. اولا انت فاولات عكسيه، قرارات ما فيش فيه مخالفات، حاجات كده، انذارات بتطلع بالخطا، كل ده تقييم بنخش تحت بند يا كابتن ايمن اللي هي تقديره للمخالفات والعقوبات الانضباطيه. دي يمكن افضل حاجه الحكم ايه؟ ان هو يكون شاطر في ايه؟ في المخالفات وحساب المخالفات، لما انت النهارده اكتر من مره تحسب مخالفه غلط. تعالى هنا برضك نفس الشيء، الملعب واسع يا كابتن ايمن، عندك اكتر من مكان تروح فيه. مفيش حد ضغطك ومش جميل وسهل وكده، لا انت برضك ما عندكش توقع ولا قراءه للعب. يعني اللعب هنا انت رحت رايح في محيط اللعب، وبالتالي هنا انت عملت مشكله للعيبه هنا. يعني اتمنى ان هو الحاجات ديت يحاول ان هو يطور من ادائه فيها، لان دي بتاخذ عليه لو المباراه صعبه شويه هتبقى عنده مشكله في الضغط النفسي. يمكن في حاله بعد كده لو هنشوف تمام. بشكل عام كابتن القرارات لم تؤثر، زي ما قلت يمكن النادي الاهلي سهل مهمه طاقم التحكيم. ايضا برجع واقول ان المساعد الاول هايل هايل هايل، اللي هو المساعد الجزائري التونسي الجزائري اللي هو سمح باستمرار اللعب في هدف النادي الاهلي الاول، هدف صحيح ولا يوجد تسلل. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. شكرا كابتن. شكرا كابتن. شكرا. وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الذهاب لدور ال 32 لبطوله ابطال افريقيا الانديه ابطال الدوري، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي على الاتحاد المنستيري 1-0 عن جداره واستحقاق. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في مباراه العوده السبت القادم، باذن الله تبقى بدايه خير لموسم صعب، وبدايه خير لموسم تعويض ما بيكررش كتير. يمكن السنه اللي فاتت ناس كتير جدا 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 زعلانين من اللي حصل، ولكن البدايه كانت النهارده. ان شاء الله باذن الله موسم استعاده البطولات مره اخرى للنادي الاهلي. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن علاء ميهوب. شكرا يا كابتن. مش عاجبك ان انا طولت؟ لا خالص بالعكس، انا عايز اعمل لك يعني كمل خد وقتك. شكرا يا كابتن شرفتنا. الحمد لله ايمن مبروك، وبدايه طبعا موفقه جدا، وان شاء الله يعني
نبارك مستفد ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن. كويس انت مطولتش يا كابتن احمد. الف شكرا يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن ومبروك للاهلي وان شاء الله بدايه انطلاقه باذن الله تعالى. يا رب ان شاء الله. كابتن اسامة عرب شكرا يا كابتن. شكرا ليك يا ايمن ومبروك ومبروك لجماهيرنا ان شاء الله تكون فتحه خير لموسم جديد كله انجازات ان شاء الله. ان شاء الله ربنا. كابتن عبد الرحمن شرفتنا يا كابتن. الف شكرا يا كابتن. بدايه جيده واحسن ما فيها ان انت تكسب في الوقت الضايع. الحمد لله رب. رجعت لعبتك يعني. الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وورق الحياه.